بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في تجديد النية وتكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به ولو عمدا في الأولى، والاستعاذة إن كان استعاذة في الأولى، وإلا استعاد سواء كان تركه لها في الأولى عمدا أو نسيانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذا الفصل وما يليه تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أفعال الصلاة بعد الركعة الأولى، فذكر ما يفعل في الركعة الثانية، ثم ذكر بعد ذلك التشهد، ثم ذكر الذي هو التشهد الأول، ثم ذكر الركعة الثالثة والرابعة، ثم ذكر التشهد الأخير، ثم ذكر السلام وأحكامه، ثم ذكر ما يتبع أو ما يعقب السلام من الأذكار التي تورد حين ذاك. قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم يصلي الثانية كالأولى، أي ويصلي الثانية من الصلاة الثنائية إذا كانت الصلاة ثنائية، إلا الوتر فإنها تصلى ركعة واحدة كما تعلمون، فهي المستثناة من هذه الصفة، وما عدا ذلك فلا يتطوع بصلاة وتر إلا الوتر التي تصلى في آخر الليل. قوله كالأولى، الكاف كاف التشبيه، الكاف كاف التشبيه، فتصلى الركعة الثانية كهيئة الركعة الأولى تماما، إلا في أربعة أشياء يفرق فيها بين الركعة الثانية والأولى، ويمكن أن نزيد خامسة بعد إرادة هذه الأمور الأربع. الأول قال: إلا في تجديد النية، ومعلوم أن إلا هي استثناء متصل، فتجعل فتخرج ما كان موجودا في الحكم الأصلي المستثنى منه. وبناء على ذلك فإن قول المصنف إلا في تجديد النية أي لا يلزم تجديد النية، إذ النية مستصحب حكمها ومشروع استصحاب ذكرها، فالنية التي في أول الصلاة تكون مجزئة ولا يلزم فيها تجديد النية، فعبر المصنف بتجديد النية ولم يقل إلا النية، لأن النية موجودة فهي مستصحبة فلا يلزم تجديدها ولا يقبل ابتداؤها لأنها موجودة قبل، فحينئذ عبر المصنف بالتجديد. وهنا إراد المصنف لهذه الجملة اعترض عليها جماعة، ومنها الشارح الشيخ منصور، بأن التجديد ليس لازما ذكره، لأن التجديد في الحقيقة لأن النية ليست ركنا في الصلاة وإنما هي شرط، فتكون متقدمة على الركعة الأولى، ولذا فإن منصورا في عمدة الطالب مال إلى هذا ولم يذكر أن الثانية تفارق الأولى في تجديد النية، والنتيجة واحدة، لأن هل النية هي شرط أم ركن في الأولى؟ إن قلنا إنها ركن فلا يلزم تجديدها في الثانية، وإن قلنا شرط فالشرط يكون سابقا ويستصحب حكمه بعد ذلك. الأمر الثاني قوله: وتكبيرة الإحرام. تعبير المصنف وتكبيرة الإحرام يدل على أن التكبيرة التي تكون ركنا وهي تكبيرة الإحرام لا تكون في الثانية، وهذا لا شك فيه، فإن التكبيرة التي تكون قبل الركعة الثانية هي تكبيرة انتقال، محلها يختلف عن محل تكبيرة الإحرام وحكمها كذلك، فإن تكبيرة الإحرام ركن وتكبيرة الانتقال واجب، وتكبيرة الإحرام من شرطها أن يكون المكبر قائما، وتكبيرة الانتقال إنما تشرع قبل القيام في الموضع الذي يكون بين الركنين بين السجود وبين القيام، وهكذا من الأحكام التي تتبع هذا الحكم. ولذلك فإن الواجب تكبيرة الانتقال وتكبيرة الإحرام ليست موجودة في الركعة الثانية، وإن كانت موجودة قطعا في الركعة الأولى. قوله والاستفتاح، مراده بالاستفتاح دعاء الاستفتاح، وهذا يدلنا على أن دعاء الاستفتاح إنما هو متعلق بأول الصلاة، بأول الصلاة مطلقا. وهنا قاعدة سيأتينا إن شاء الله بسطها في كلام المصنف في كتاب الإمامة، وهي أن ما يدركه المسبوق مع إمامه أهو أول صلاته أم أنه آخرها، على القولين فإن المسبوق يذكر دعاء الاستفتاح في أول ركعة يصليها مع الإمام، لأن دعاء الاستفتاح هذا هو محل الشاهد، لأن دعاء الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام، وإن قلنا إن ما يدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته وما يفعله بعد هو أولها، لأن دعاء الاستفتاح ليس متعلقا عندهم بالركعة الأولى وإنما هو متعلق بتكبيرة الإحرام. قول المصنف ولو لم يأتي به، أي ولو لم يأتي المصلي به أي بدعاء الاستفتاح في الركعة الأولى، ولو عمدا
أي ولو متعمدا تركه فإنه لا يأتي به، لأن القاعدة عندنا أن السنة إذا فات محلها فإنها لا تقضى. ومر معنا أن محل دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام سواء للإمام أو المأموم أو المسبوق. وقول المصنف هنا ولو، مر معنا أن طريقة الشيخ موسى رحمه الله تعالى في كتابه كثيرا ما يشير بقوله ولو للخلاف، وهذه فيها خلاف، وذلك أن القاضي علاء الدين المرداوي قال الصحيح من المذهب أنه لا يأتي به ولو تركه عمدا، وأشار بذلك لخلاف نقله عن الآمدي، والآمدي هو الحنبلي نسبة لبلدة آمد من بلاد الجزيرة، وأنه قال إن قيل بوجوب الاستفتاح فيقال بأنه يؤتى به في الركعة الأولى إن تركه ولو عمدا لبقائه في الذمة. الأمر الرابع قال والاستعاذة، ومر معنا أنه استحب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة. قال إن كان استعاذ في الأولى أي في الركعة الأولى، وإلا أي وإن لم يكن قد استعاذ في الركعة الثانية. الفرق بين الاستعاذة وبين الاستفتاح أن الاستعاذة مشروعة عند ابتداء كل قراءة، وأما الاستفتاح فإنه إنما يكون مشروعا عقب تكبيرة الإحرام، فدل على أن سبب الاستعاذة متكرر عند وجود سببه وهو القراءة. وقد تكررت القراءة فشرع تكرارها، لكن لم فشرع الإتيان بها لأجل السبب، لكن لم تكرر لأنها من باب التداخل فيؤتى بها في أول مرة، فمن لم يأتي بها في أول قراءته شرع له أن يستعيذ إن تركها سواء عمدا أو نسيانا. وهذا معنى قوله سواء كان تركه أي للاستعاذة لها في الأولى عمدا أو نسيانا. هذه أربعة أمور. نزيد خامسا، وهو أنه يستحب أن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى، وهذا الذي جاء به الحديث وهو ظاهر كلامهم، فتكون أقصر في القراءة وأقصر في الركوع والسجود، فيكون الفروقات بين الركعة الأولى والثانية خمس بدل أربع أو زيادة على الأربع التي أوردها المصنف، فيكون المجموع خمسا. نعم. ثم يجلس مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه ثم يتشهد. طيب. نقف هنا. يقول المصنف ثم يجلس، قول المصنف هنا ثم يجلس مراده إذا جلس بعد الركعتين سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فكل جلوس بعد ركعتين فإنه يكون فيه مفترشا، ولا يكون التورك إلا إذا سبقه تشهد أول، وسيأتينا صفة التشهد. إذن فقول المصنف ثم يجلس أي بعد الركعتين سواء كان عقبها ركعة ثالثة بعد هذا الجلوس أو ليس كذلك. وقوله مفترشا مر معنى صفة الافتراش في الجلسة بين السجدتين، وهو أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى جاعلا أصابعها متجهة إلى القبلة. وقوله جاعلا يديه على فخذيه، مر معنى أن الجلسة بين السجدتين يشرع أن تكون اليدان مبسوطتين على الفخذين، بينما في الجلسة في التشهد الأول والتشهد الثاني فإن اليد اليسرى تكون مبسوطة كهيئتها في الجلسة بين السجدتين، وأما اليد اليمنى فإن صفتها تختلف، فإنها تكون مقبوضة بالصفة التي سيريدها المصنف. ولذلك قال المصنف جاعلا يديه على فخذيه، عبر المصنف بفخذيه ليدلنا على أو يشير لنا إلى أن هناك صفتين أوردها بعض أهل العلم، وأن العلماء يقولون إنها ليست هي السنة. أولى هاتين الصفتين ما جاء عن بعضهم أنه قال إن السنة أن يلقم ركبتيه بكفيه، فيكون شبيها بهيئة الراكع عندما يلقم ركبتيه بكفيه، وهذا ليس مشروعا عندهم لأنه قال يجعل يديه على فخذيه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قول المصنف يجعلهما على فخذيه يجعل كامل يده على فخذه، وحينئذ فيكون أعلى يده وهي أصابعه مسامتة لأطراف الركبة ولا تكون على الركبة، فتكون كفاه في الجلسة بين السجدتين أو كفه اليسرى في الجلسة للتشهد على فخذه كاملة، أطراف أصابعه على أول الركبة أو طرفها أو مسامتة للركبة. إذن هذا معنى قوله يديه على فخذيه. وقول المصنف باسطا أصابع يسراه، البسط يعني المد، وهذا يدلنا على أن اليد اليسرى لا تكون مضمومة الأصابع مقبوضة، لا تكون مقبوضة الأصابع
وإنما تكون مبسوطة، لا تكون مقبوضة الأصابع، وإنما تكون مبسوطة. وقوله مضمومة أي غير مفرجة الأصابع. وهناك قاعدة ذكرتها في الدرس الماضي، أن القاعدة عند فقهائنا أن اليد في الصلاة كلها تكون مضمومة غير مفرجة إلا في موضع واحد، وهو حال الركوع عندما يلقم ركبته بكفيه، فإنه حينئذ تكون الأصابع مفرجة، وما عدا ذلك فالسنة أن تكون الأصابع مضمومة. وهذه قاعدة كلية عندهم، لا استثناء لها إلا هذا الموضع. وأخذت هذه القاعدة لا شك من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله مستقبلا بها القبلة أي مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، فلا يجعلها متجهة يمنة ولا شمالا، وإنما تكون الأصابع مسامتة للركبة متجهة للقبلة. وقول المصنف قابضا من يمناه الخنصر أو الخنصر والبنصر أو البنصر. الحرف الأول وهو الخاء والباء مكسورا عند أهل العلم، يكون مكسورا عند أهل العلم. وأما ما قبل الأخير وهو الصاد من الخنصر والبنصر ففيها وجهان. المشهور في كتب اللغة هو كسر الصاد، وقال أبو علي الفارسي إن اللغة المشهورة هي فتح الصاد، وأما كسرها فقد أولعت العامة به من باب إلى العامة، فجعله من لنقول جعله من لحن العامة، ولكن غيره من أهل اللغة أثبتوا الفتح، وبناء على ذلك فنقول يجوز فتح الصاد ويجوز كسرها، فهما لغتان محكيتان في لسان العرب ولا مانع من ذلك، ولكن الكلام ما هو الأفصح، وهذا مرده للغة، فما دام الوجهان جائزين فالأمر فيه واسع. قول المصنف قابضا من يمناه الخنصر والبنصر. الخنصر والبنصر إذا أراد أن تقبضها هو الذي يسمى عندهم، إذا قبضت الخنصر واحد، وإذا قبضت البنصر اثنان، وإذا قبضت الوسطى فإنها ثلاثة. إذا فعلت هذه الأمور الثلاثة فإنها تكون ثلاثة. وإذا جعلت الإبهام على هيئة الراكع، على هيئة الراكع هكذا يقولون، فإنها تكون حينئذ 50. فإذا قبضت الخنصر والبنصر وحلقت بين الإبهام وبين الوسطى فتكون قد عقدت حينئذ 53، وهذا معنى قولهم فعقد النبي صلى الله عليه وسلم 53. ومن أحسن من ذكر علامات وجمع بها جمعها بعض المعاصرين، لكن من أحسن من فعلها من الفقهاء ابن عابدين في رسالته المشهورة، وقد طبعت في الطائف وطبعت قبله في مجموع فتاويه، في طريقة العرب في الإشارة بالأصابع في الأرقام، وما ذكرته من ركوع الإبهام نقلته عن ابن عابدين، لأنه قد يكون غيره قد خالف في طريقة حساب لغة الأصابع. إذن قوله قابضا من يمناه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطه. التحليق، صفة التحليق كما ذكر فقهاؤنا أن يجعل الرأس مع الرأس، فيجعل رأس الإبهام مع رأس الوسطى مجموعين، فيجتمع الرأسان في حين ذاك. فإذا جعلته مجموعا الرأس بالرأس أصبح شبيها بالحلقة، حلقة الحديد وغيره، فحينئذ يصدق عليه أنه حلق، وإلا في الحقيقة قبض الثلاثة الأصابع ولكنه حلق الثلاث بهذه الطريقة، فيكون الإبهام كهيئة الراكع. إذن فيكون اليد بهذه الصفة مع الإشارة باليد، سأتكلم عن الإشارة بعد قليل. الإشارة باليد أي إشارة بالسبابة. وهذا معنى قوله محلقا إبهامه مع الوسطى أو مع وسطاه، يعني وسطى أصابع يده. نعم. ثم يتشهد سرا ندما كتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي. طيب نقف هنا. قوله ثم يتشهد سرا ندبا، قوله سرا ندبا، الندب صفة للسرية وليست صفة للتشهد، لأن التشهد قد يكون واجبا وقد يكون ركنا في الصلاة كما سيأتينا. إذن فقوله ندبا هي صفة لصفة التشهد، وهو أنه يتشهده سرا، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم كانوا يتشهدون سرا. وقوله كتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي، الكاف هذا لتشبيه الحكمين، فكأنه يقول كما أن التسبيح في الركوع والسجود الأفضل فيه ألا تجهر به، فالسنة ألا يجهر في تسبيح الركوع والسجود،
لا لإمام ولا لمنفرد ولا لمأموم ونحوهم. وهذا معنى قوله كتسبيح. فالكاف ليست كاف تعليل، وإنما الكاف كاف تشبيه. وأشرت لكم قبل أن الأغلب في المختصرات الفقهية أن تكون الكاف كاف تشبيه ولا تكون الكاف كاف تعليل. والسبب في ذلك أن المختصرات الفقهية ليست لأجل التعليل، وإنما هي لأجل حشد المسائل الفقهية. فهذا هو الأصل عندهم، هذا هو الأصل عندهم في المختصرات. إذن عرفنا كتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي فإنه لا يشرع، فإن المندوب فيه الإسرار والجهر فيه جائز لكنه خلاف الندب. نعم. ويشير بسبابتها لا بغيرها ولو عدمت في تشهده مرارا كل مرة عند ذكر الله تنبيها على التوحيد ولا يحركها، وعند دعائه في صلاة وغيرها. نعم. فيقول نعم. يقول المصنف ويشير بسبابته. ذكر المصنف أن الجالس في التشهد الأول والثاني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام، وسكت عن السبابة لأنه سيتكلم عن السبابة الآن. فقال وأما السبابة فيشير بها إشارة، يشير بها إشارة فتكون من باب الإشارة. إذن فقوله ويشير بسبابتها الضمير يعود لليد اليمنى، لا بغيرها أي لا بغير سبابة اليد اليمنى، بأي أصابع اليد اليمنى أو بأصابع اليد اليسرى ولو كانت سبابة اليسرى، لا يشير بأي منها وإنما هو لأجل سبابة اليمنى فقط. قال ولو عدمت أي ولو عدمت سبابته اليمنى، لأن هذه متعلقة، لأن هذه السنة متعلقة بمحل وهي السبابة، فإذا فات ذلك المحل فلا ينتقل الحكم إلى غيرها. ومر معنا تطبيق هذه القاعدة في الوضوء، عندما قلنا إن مقطوع اليد إذا فقد فات المحل فحينئذ يسقط، ومثله أيضا سيأتينا في الحج لمن كان أقرع فإنه حينئذ لا يمر الموسى على رأسه، وهذه قاعدة مضطردة في كثير من المسائل. نعم. قال كل مرة عند ذكر الله عز وجل، ثم قال ولا يحركها. هناك فرق بين تحريك السبابة وبين الإشارة بها. فأما الإشارة بها وهو المشروع في الموضعين سيردها المصنف، فهو أن يرفع السبابة رفعا لها، وأما التحريك فهو رفعها وخفضها وتحريكها يمينا أو شمالا أو إدارة. وقد ذكر العلماء أن التحريك منهي عنه لما جاء في بعض طرق حديث خبر عبد الله بن الزبير ولا يحركها، مع أنه أشار للإشارة. قالوا لأن فيها عبثا فلا تحرك في أثناء الصلاة وإنما تشار، يشار بها إشارة. وكم مرة يشار بها؟ من أهل العلم من قال إنها يشار بها مرة واحدة، ومن أهل العلم كما ذكر المصنف أنه يشير بها كل مرة عند ذكر الله. فقول المصنف يشير كل مرة عند ذكر الله يدل على أنه يشرع تكرار الإشارة بالسبابة عند ذكر الله عز وجل. والمراد بذكر الله عز وجل لفظ الجلالة الله، وفي معناه اللهم. وأما الضمير له سبحانه وتعالى فإنه لا يشار بالسبابة عنده، وإنما يشار عند ذكر الله عز وجل. ولذلك تأتي عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فمن قال من أهل العلم إنها ترفع عند شهادة أن لا إله إلا الله وعند شهادة أن محمد رسول الله، فمراده لأنه يقال وأن محمد رسول الله فيذكر فيها ذكر الله جل وعلا، فحيث ذكر اسم الله فيشار. وقد ذكر بعض المتأخرين بناء على ما قرروه، أظن الذي ذكر ذلك الخلوتي أو غيره نسيت الآن، أن المواضع التي ترفع فيها أو يشار، ليس يرفع وإنما يشار، هي بمعنى يرفع، يشار بالسبابة في التشهد هي أربع، لأنها مستقرأ التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بها أربع. ثم يشار بعد ذلك عند الدعاء إذا قلت اللهم أني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر، فعند كل دعاء بعد ذلك ترفع عنده عند لفظ الجلالة. إذن هذا معنى قول المصنف يرفع كل مرة. وقول المصنف عند ذكر الله هذا هو الموضع الأول الذي ترفع فيه السبابة، ومر معنا أن ذكر الله المراد لفظ الجلالة وفي معناه اللهم، وأن الضمير العائد إليه جل وعلا أو إلى اسمه جل وعلا
فإنه لا يرفع عنده السبابة كما نص عليه. قوله تنبيها على التوحيد، هذه علة يدل على أن الإنسان يفرد الله عز وجل بتوحيده، وذلك نهي عن رفع إصبعين، فلا يشير مرء بإصبعين في الصلاة أو في غيرها. وقول المصنف ولا يحركها شرحتها قبل قليل لورود النهي عن التحريك، وليس ورود النهي، أن نفي أن النبي صلى الله عليه وسلم حركها في تشهده. وقول المصنف هنا وعند دعائه في صلاة وغيرها، هذا هو الموضع الثاني، هذا هو الموضع الثاني الذي يشار بالإصبع في الدعاء، سواء كان دعاؤه في الصلاة أو كان دعاؤه خارج الصلاة. فأما دعاؤه في الصلاة فإن الموضع الذي ذكر العلماء أنه يشار فيه بالسبابة ذكروا موضعين، ذكروا في الدعاء الذي يكون قبل السلام فإنه يشار فيه بالسبابة، وخاصة أن فيه دعاء اللهم كما تعلمون. والموضع الثاني إذا جاء ذكر دعاء حال القيام، فقد ذكر بعض المحشين وأشرت لها قبل أنه إذا دعا حال قيامه عند المناسبة فإنه حينئذ يشير بسبابته، لأنه داخل في عموم الإشارة بالسبابة في الصلاة، وهذا يفعله عندنا كثير من كبار السن وغيرهم، وهو منصوص بعض المتأخرين في الحواشي. وقول المصنف وغيرها أي في غير الصلاة، وقد ثبت في سنن أبي داود من حديث ابن عباس أن السبابة يدعى بها، ولذلك فإن الخطيب على المنبر لا يشرع له رفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء كما تعلمون، لإنكار الصحابة رفع اليدين في غير الاستسقاء على المنبر على أعواد المنبر. وأما غيره من الدعاء الذي يدعو به الخطيب فيشرع له رفع سبابته، فيرفع سبابته في الدعاء لكن لا يرفع يديه بالدعاء لنهي الصحابة عنه كحديث غطيف وغيره في الصحيح وعند أهل السنة. المقصود أن قول المصنف وغيرها أي في غير الصلاة عند أي دعاء أو تأمين على دعاء إن لم يرفع المرء يديه فلا يحرم نفسه من أن يشير بسبابته اليمنى، لأنها هي موضع الإشارة. نعم. فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، هذا هو صيغة التحيات، وهو أصح ألفاظ الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وهي التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولها، ولذلك يقولون فرق بين ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله وبين ما علمه أصحابه، فالثاني أقوى، ولذلك اختار أحمد هذه الصيغة وهي أفضل الصيغ في التحيات، أفضل من الصيغ الأخرى التي قال عنها المصنف وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء من التشهد ابن عباس الصيغة التي وردت عن ابن عباس أو من حديث عمر أو من حديث غيرهم رضي الله عن الجميع. وهذه التحيات أو هذه الصيغة التي يعني أوردها المصنف وهي التي وردت في حديث ابن مسعود هي الأكمل والأتم. وما الواجب منها؟ لا شك أن جميعها ليس بواجب، وإنما الواجب منها كما اختاره الموفق والمجد وقبلهما القاضي، أن الواجب منها هو ما اتفقت عليه جميع التشهدات، فما اتفقت عليه جميع التشهدات هو الواجب، وما زاد عنه فيكون مندوبا. وسيأتينا إن شاء الله عندما يأتي أركان الصلاة ما هي الصيغة التي اتفقت عليها جميع التشهدات. نعم. ولا تكره التسمية أوله وتركها أولى. نعم، ولا يكره التسمية أوله بأن يقول بسم الله التحيات لله، لأنه فعلها بعض الصحابة هو ابن عمر. وقوله وتركها أولى، الترك أولى لأنه ثبت النهي عنها من قول ابن عباس رضي الله عنهما. وعندنا قاعدة مشهورة في الأصول أنه إذا تعارض الأمر والنهي قدم النهي، لأن من قواعد مذهب أحمد أن قول الصحابي حجة، وإذا تعرض أقوال الصحابة لم يسقط الاستدلال بجميعها، وإنما يجري عليها ما يجري على التعارض بين الأدلة. ومن قواعد الترجيح بين الأدلة تقديم النهي على الأمر، وهنا جاء النهي حملناه على الكراهة أو الأولوية، وما جاء عن فعل ابن عمر من الندب نحمله على خلاف الأولوية. نعم. وذكر جماعة أنه لا بأس بزيادة وحده لا شريك له. نعم، لأنها جاءت عن ابن عمر ولم يأتي نهي عنها من أحد من الصحابة، لكنها ليست سنة. والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه. نعم، قوله والأولى تخفيفه أي تخفيف التشهد الأول، والسبب
في تخفيفه ما جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي، وجاء أيضا من فعل الصحابة كأبي بكر وغيره أنه كان إذا جلس للتشهد الأول كأنما جلس على رضف، وهي الحجارة المحماة، من شدة تخفيفه له. وقول المصنف تخفيفه وعدم الزيادة، عدم الزيادة هو من باب عطف البيان، فكأنه مفسر له، هو في الحقيقة مفسر أن التخفيف هو بعدم، يكون بعدم الزيادة. طيب، الزيادة على التشهد الأول يكون بأمرين، الأمر الأول أو يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول الزيادة عليه بالمباح من الأدعية التي ذكرها المصنف، مثل وحده لا شريك له ومثل الصيغ الأخرى، فالأولى عدم الزيادة عليها. الأمر الثاني الزيادة عليه بالصلاة الإبراهيمية، فالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول إذا كان يعقبه تشهد آخر الأولى عدم ذكرها. وقلنا إنه الأولى ليس معناه أنه لا يشرع، بل هو مشروع، ولذلك فإن ابن هبيرة اختار زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لأنهما مجموعتان في ما جمعت الصلاة إلا ومعها السلام. وبين ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يظهر من كلامه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول جائزة، ليست واجبة، وإنما هي جائزة، وحينئذ نقول يتشهد بالتحيات ثم بعد ذلك إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، ولكن الأولى التخفيف، فينظر بما يتحقق به التخفيف. الأمر الأخير أما الدعاء فلا شك أنه إذا كان التشهد الأول يعقبه ركعة ثالثة أو رابعة فلا يشرع فيه الدعاء مطلقا، لا يدعو، وإنما يكرر إذا كان مأموما، يكرر التحيات أو يكرر غيرها من الأمور المشروعة في هذا المحل. نعم. وإن قال وأن محمدا وأسقط أشهد فلا بأس. نعم، تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن مسائل، من هذه المسائل لو أن المصلي أسقط كلمة أشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه الصيغة الكاملة، بدلا من أن يقول وأشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أو قال وأن محمد رسول الله، يقول انتصح. وهذه سيأتينا إن شاء الله في أركان الصلاة أن هذا الواجب هو الإتيان بأشهد الأولى، وأما الثانية فليس بواجب لأن بعض الأحاديث اقتصرت على الأول دون الثاني. وذكر المصنف هنا يغني عنه ما سيأتي إن شاء الله في الأخير. طبعا هنا يتكلم العلماء عن مسائل في النطق، وأنه لا بد من الإدغام، فعندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يرون وجوب الإدغام هنا، فيقول أشهد أن لا وأن، ولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فلا بد أن يعني يدغم، لأن هذا هو كلام أهل العرب ولغتهم، فإن لم يدغم صح تشهده كذلك، لأن الإظهار للحرف هو الأصل، فعندما ترجع للأصل فإنه لا يبطل تشهدك، لكن الأفضل أن يدغم، هو الأفضل. نعم. وهذا التشهد الأول، طبعا أنا قلت الأفضل لأن من أهل العلم من الشافعية من أبطل التشهد به، وهذه حقيقة يعني مبالغة منهم. نعم. وهذا التشهد الأول ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط أتى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وما بعدها. طيب، قوله وهذا التشهد الأول ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط، يعني سواء كانت الصلاة فرضا أو نافلة من ركعتين، أو كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية وجلس للتشهد الأخير، فالحكم فيه ما سيأتي. قال أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها، وهذه الجملة تدلنا على أمرين: وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأفضل عدم الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لأجل التخفيف، لكن لو أتى بها جاز، لو أتى بها جاز من غير كراهة. قال فيقول اللهم صل على محمد. نعم، تفضل. فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. لا، كما صليت على آل إبراهيم. صلى الله عليه وسلم. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، هذه الصيغة ثبت أن أحمد فيما نقله ابن عبد الله عنه أنه قال هي أصح الصيغ. قلت لكم قاعدة عن أحمد أنه إذا جاء الدعاء ونحوه بصيغ متعددة، قلت ونحوها أيضا حتى في الأفعال مثل صلاة الخوف، إذا جاءت بصيغ متعددة فكلها جائزة، وإنما يرجح بين هذا المختلف اختلاف تنوع بصحة الإسناد وكثرة الرواة، فيختاره من باب الأفضلية لا من باب الاختيار المطلق فلا يجعل غيره مشروعا. وهنا أحمد اختار هذا اللفظ لأنه هو أصح ما ورد في الصلاة الإبراهيمية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمتميز فيه أمران: أمر الأول
أنه تقول وعلى آل إبراهيم، لو قلت على إبراهيم وآل إبراهيم فإنه صحيح، لكن الأفضل أن تقول على آل إبراهيم فقط. والأمر والمعنى في ذلك يقولون أن الأنسب أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يقال كما صليت على إبراهيم، بخلاف آل محمد فإنه يصلى عليهم كما يصلى على آل إبراهيم، فناسبت المشابهة لأجل ذلك. نعم، هذا الأولى من ألفاظ الصلاة والبركة. نعم، والبركة في قوله كما باركت، وبارك على محمد كما باركت. وهناك صيغ أخرى فيها في العالمين وهكذا، لكن يقول المصنف ويجوز بغيرها مما ورد من الصيغ، لكن الذي لا يجوز ويجب أن ننتبه له أنه لا يشرع التلفيق بين الصيغ، فيأتينا شخص ويقول أريد أن أجمع الصيغ الصلاة الإبراهيمية وأجمع كل الصيغ في صيغة واحدة تحتوي جميع الألفاظ، فنقول هذا غير مشروع، فتأتي بكل صيغة على كيفما وردت وما عداه فلا. وآله أتباعه على دينه، والصواب عدم جواز إبداله بأهل. نعم، قوله وآله، آل النبي صلى الله عليه وسلم يطلق إطلاقين، يطلق في كتاب الزكاة ويقصد به قرابته، إما بنو هاشم فقط أو بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الزكاة. ويطلق في غيره وخاصة في الدعاء على معنى مختلف، والذي نص عليه أحمد ومالك رحمهم الله تعالى أن الآل في الصلاة والدعاء يقصد بهم المتقون، ويستدلون على ذلك بما روى تمام الرازي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من آله فقال كل تقي، وهذا الأثر إن ثبت فإنه يدل على ما اختاره مالك وأحمد رحمهم الله تعالى أن المراد بالآل في الصلاة على النبي وآله هم أتباعه على دينه. ويناسب هذا السلام، فإنك تقول السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فكما أن السلام على عباد الله الصالحين فإن الصلاة كذلك تكون على عباد الله الصالحين وهم المتقون أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم على دينه. وهذا معنى قوله الله أو قولنا اللهم صل على محمد وعلى آله أو آله بمعنى أتباعه، فتدعو لهم بالرفعة وتدعو لهم بالسلامة في دينهم والسلامة لهم على سبيل العموم، وهذا معنى قوله أتباعه على دينه. قال والصواب عدم جواز إبداله بأهل، فلا تقول في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وأهله، بل تقول وعلى محمد وآله لسببين. السبب الأول أن في إبدال الآل بالأهل مخالفة للأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا ثم ذكر الصلاة الإبراهيمية، ففيها مخالفة للأمر. والأمر الثاني أن فيها مغايرة للمعنى، فقد سبق معنا قبل قليل أن المعنى أن المراد بالآل هم الأتباع، وحينئذ فلا يطلق الأهل على الأتباع. نعم. وإذا أدرك بعض الصلاة مع الإمام فجلس الإمام في آخر صلاته لم يزد المأموم على التشهد الأول بل يكرره. يقول المصنف وإذا أدرك أي المسبوق بعض الصلاة مع الإمام، سواء أدرك ركعة أو ركعتين أو ثلاثا، فجلس الإمام في آخر صلاته، جلس للتشهد الأخير، قال المصنف لم يزد المأموم على التشهد الأول، لا يزيد بأن يقول التحيات لله إلى آخره. ما السبب أنهم قالوا ذلك؟ قالوا لأن هذا الجلوس قد يكون تشهدا أولا في حقه وليس هو التشهد الأخير في حقه، لأن هذا ليس هو آخر صلاته حقيقة، لأن آخر الصلاة إنما تكون فيما يتبعه السلام، كما سأذكر قاعدة بعد قليل أو في باب الإمام وسنكررها بعد قليل. وذلك قال بل يكرره، فيكرر التحيات لله أكثر من مرة، إذا انتهى يكرره أكثر من مرة. فإن لم يكرره بل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم نقول جاز، لأن ذكرت لكم قبل قليل عن ابن هبيرة وعن غيره من أهل العلم كابن القيم أن التشهد الأول يجوز له أن يقرأ بعد التحيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل ذلك على جوازه، ولكن على مشهور المذهب أن الأفضل في التشهد الأول أن يقتصر على التحيات، فكذلك المسبوق يقتصر على التحيات على المشهور. نعم. ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تكلمنا عنها قبل قليل. وهنا اللا ليس معناها النفي المطلق، لأنه سبق أنه جائز فكذلك، ولكنه خلاف الأولى. ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الأخير. نعم، هنا الدعاء قد يكون أشد منعا، لأن الدعاء لا يكون في التشهد الأول وجها واحدا فكذلك هنا.
فإن سلم إمامه قام ولم يتمه. طيب قوله فإن سلم إمامه قام ولم يتمه، يعني ولم يتم باقي التشهد الذي هو التحيات، سواء كان لأول مرة يقرأ التحيات أو كان في المرة الثانية والثالثة يكرر فيها التحيات، لأنها ليس واجبا عليه أصلا، فحينئذ لا يكون، فلا يكون لازما عليه أن يتمه. وأطبق عليكم القاعدة، نحن قلنا إن المسبوق ما يدركه مع إمامه قيل إنه أول صلاته وقيل إنه آخر صلاته، إلا تكبيرة الإحرام والتسليم وما يلحق تكبيرة الإحرام وما يلحق التسليم، والذي يلحق التسليم هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك دائما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون قبل السلام، فيكون ذلك هو محلها، سواء قلنا المسبوق أدرك أول الصلاة أم آخرها، واستأتي القاعدة بالتفصيل إن شاء الله في محله. طبعا قال إن لم يكن واجبا في حقه فإنه يجب عليه أن يتمه، صورة ذلك أن يكون المسبوق أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية فجلس في التشهد الأخير مع الإمام، وهو في حقه التشهد الأول فيجب عليه أن يتم التشهد الأول. نعم. وتجوز الصلاة على غيره منفردا نصا. نعم، قوله وتجوز الصلاة على غيره أي على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الحديث به اللهم صل على آل أبي أوفى، فيجوز أن تصلي على شخص على سبيل الانفراد، وتعبير المصنف بمنفرد يدل على أنه من باب التبع يجوز بلا خلاف، مثل ما نقول اللهم صل على محمد وآله، فعلى سبيل التبعية تجوز، لكن على سبيل الانفراد هو الذي فيه خلاف، فذكر المصنف أنه يجوز على سبيل الانفراد نصا، نصا أي نص عليه الإمام أحمد. هذا النص نقل ابن مفلح في الأداب أن بعض أصحاب الإمام أحمد قال المنصوص عن أحمد في رواية أبي داود أنه يصلي على غيره منفردا، ولم يمكن حقيقة أن أجد هذه المسألة في مسائل أبي داود المطبوعة، لكن نقله ابن مفلح عن بعض أصحاب نسبة لمسائل أبي داود. نعم. وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة بتأكد. نعم، قول المصنف وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب إلا في موضعين، الموضع الأول في الصلاة في التشهد سواء كانت الصلاة نافلة أو فريضة، والموضع الثاني هو الخطبة، ويمكننا أن نتأول للمصنف لما لم يذكر الخطبة، مع أن غيره من الفقهاء ذكروه، إما أن نقول هو فاته فنكون استدراكا، وإما أن نتأول له فنتأول له ونقول إن فقهاءنا يقولون إن الخطبتين قائمتان مقام الركعتين من صلاة الظهر، هي ليست بدل، لأن الظهر بدل الجمعة وليست الجمعة بدل الظهر، ولكنها قائمة مقامها، فحينئذ تأخذ بعض أحكام الركعتين من جهة الصلاة ومن جهة استحباب الطهارة، وهكذا من الأمور ستأتي في محله. إذن قوله نعم ويسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة بتأكد، أي يتأكد أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الديمومة، وأنتم تعلمون حديث أبي بن كعب كم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت، قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، أي دعائي، هنا صلاتي بمعنى دعائي، قال إذن تكفى همك وتعطى سؤلك. إن ثبت هذا الحديث فإنه حجة أو دليل قوي على استحباب وتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأذكار. نعم. وتتأكد كثيرا عند ذكره صلى الله عليه وسلم، فهو البخيل الذي يذكر عنده صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. وفي يوم الجمعة وليلتها. نعم، وفي يوم الجمعة وليلتها، وسيأتي تفصيل في يوم الجمعة، والمراد بالليلة الليلة التي تكون سابقة على اليوم الذي يصلى فيه الجمعة على الليلة التي بعدها. ويسن أن يتعوذ فيقول، طبعا هنا ويسن أن يتعوذ بعد الصلاة الإبراهيمية، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، هذا ورد فيها أكثر من حديث في الصحيحين، من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في صلاته، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله، ثم ذكر هذه الجمل الأربع، فليستعذ بالله من أربع، ثم ذكر هذه الأربع، فحديث فأصله في الصحيحين لكنه مطلق من غير تحديد موضعه، وفي مسلم من حديث أبي هريرة تحديد موضع الاستعاذة وأن هذا هو محلها، وهو من آكد الأدعية التي يدعى بها بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل أنه آكد الأدعية أنه أصحها وأكثر، وقد ورد به الأمر ثانياً
وثالثا أن من أهل العلم من أوجبه هو طاووس بن كيسان، فقد كان يأمر ابنه إذا لم يدعو به أن يعيد صلاته. نعم. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. نعم، هذا ورد في الصحيح البخاري تتمة لحديث عائشة السابق. وإن دعا بما ورد في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة سواء موضعه في الصلاة أو في غير الصلاة من مطلق الدعاء الذي ورد. طبعا وقد جاء في الكتاب، معذرة، جاء في الكتاب أن أيوب السختياني شيخ الإمام مالك صلى بالناس في مكة أو في المدينة، فكان يدعو بهم بأدعية القرآن، وهذه هي الأدعية التي كان يدعو بها الصحابة، أكثر ما يدعو به الصحابة أدعية القرآن. وقد جاء عن أبي موسى الأشعري أنه دعا دعاء طويلا في صلاته الذي نقله الراوي كله من أدعية القرآن. فأفضل الأدعية لا شك وأكمل الأدعية أدعية القرآن، وحري بطالب العلم والمسلم أن يبتدأ بحفظ الأدعية التي في القرآن. نعم. أو عن الصحابة والسلف. نعم، أدعية الصحابة والسلف مجموعة جمعها جمع من أهل العلم، المحاملي، الطبراني. وقد كان أبو عمر أخو الشيخ الموفق أبي محمد لا يأتيه حديث وارد عن بعض السلف إلا دعا به، ودائما ما يكون أدعية السلف لها أصل في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هم أعلموا بدلائل العربية من غيرهم إضافة لفقههم رضوان الله عليهم، أو بغيره مما يتضمن طاعة ويعود إلى أمر آخرته نصا. نعم، قوله بغيره مما يتضمن طاعة يكون يعني يعود ومآله إلى الطاعة ويعود إلى أمر آخرته نصا، أي نص على ذلك أحمد. نصوص أحمد في هذا كثيرة، أنقل بعضها. من ذلك ما جاء عن الأثرم أنه قال: قلت لأحمد بماذا أدعو بعد التشهد؟ فقال أحمد: بما جاء في الخبر. قال: قلت أوليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء ما شاء؟ فقال أحمد: يتخير مما جاء في الخبر. فحمل أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء ما شاء أي مما وردت به الأخبار، لا مطلق التخير مما شاء. وجاءت نصوص كثيرة عن أحمد أنه يقول: يدعو بما جاء وبما يعرف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم يعني حديث كثيرة تدل على ذلك. نعم. ولو لم يشبه ما ورد كالدعاء بالرزق الحلال والرحمة والعصمة من الفواحش ونحوه. نعم، ولو لم يشبه ما ورد كالدعاء بالرزق الحلال، لأن الرزق الحلال يتضمن الطاعة، إذ كسب الرزق الحلال طاعة وصرفه في طاعة وهو استغناء عن حرم، وكذلك الرحمة والعصمة من الفواحش لا شك أنها من الطاعات. وهذا يعني أشار إليه أحمد حينما قال: لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج الدنيا والآخرة، لأن حوائج الدنيا إذا كانت مجملة ليست من لذائذ الدنيا، المنهي كما سيأتي بعد قليل ما يتعلق بلذائذ الدنيا، كأن يقول: اللهم ارزقني دابة هملاجة وزوجة حسناء. الدعاء بالزوجة الصالحة هذا مشروع في الصلاة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وهذا دعاء القرآن. وأما ذكر مواصفات معينة تكون في الصلاة نهى عنه الفقهاء كما هو ذكر كلام المصنف. نعم. فلا بأس ما لم يشق على مأموم أو يخفى سهوا. قال: ما لم يشق على مأموم، أي يدعو بما شاء ويطيل الدعاء، ما لم يشق دعاء الإمام على المأموم. إذن قوله ما لم يشق على مأموم أي ما لم يكن المأموم يطيل الدعاء حتى يشق بهذه الإطالة على المأمومين في سجوده وفي تشهده الأخير. وهذه الجملة وهي قوله ما لم يشق على مأموم أخذ منها بعض المحشين المتأخرين مفهوما، فقال إن ظاهر هنا بمعنى مفهوم، ظاهر هذه الجملة أنه لا يكره إن شق على نفسه هو، بأن كان يصلي منفردا أو كان إماما يشق عليه ذلك ولا يشق على المأمومين فلا يكره في حقه ذلك، وإنما يكره إذا كان يشق على غيره. هذا الحالة الأولى التي لا يشرع فيها إطالة الدعاء. الموضع الثاني قال: أو يخف سهوا، يخف من الخوف. كثير من الناس، وهذا ملاحظ، أنه إذا أطال الدعاء سهى فلم يدر كم صلى، وترى هذا في الحرم كثيرا حينما يصلي الناس فيطيلون في سجودهم، فهو في السجدة الأولى أو نقول في الثانية مثلا ثم يجلس يظن أنه في السجدة الأولى، ومثله في الركعات. فالإنسان إذا عرف من معهود نفسه أنه إذا سجد وأطال في سجوده فإنه يسهو، فإنه حينئذ من باب تقديم المصالح على المفاسد نقول
لا يطيله لكي لا يقع في هذا في هذا الحرج. ولذلك فهاتان الصورتان أو هاتين الحالتين فإن هاتين الحالتين يكره فيهما إطالة الدعاء. إذن يكره إطالة الدعاء في الحالتين السابقتين التي أوردها المصنف. زاد بعض فقهاء المذهب وهو الشيخ وهو ابن نصر الله في حواشيه موضعا ثالثا يقال بالكراهة، قال بل يقال بالتحريم، وهو إذا أطال الدعاء وخشي بإطالة الدعاء خروج الوقت، كمن صلى الظهر وأطال في دعائه حتى خرج الوقت وهو في صلاته، فقال هذا يصل إلى التحريم، فتكون الصور ثلاث. نعم. وكذا في ركوع وسجود ونحوهما. نعم، قوله وكذا أي وكذا يستحب إطالة الدعاء ويقال في الدعاء مثل ما قيل في ذلك، فلا يدعى بملاذ الدنيا، وإنما يدعى بجوامع الكلم من كلام الله وكلام رسوله وصحابته وأهل العلم من السلف من القرون الفاضلة. وهذا معنى قوله وكذا أي وكذا الدعاء في التشهد يأخذ حكمه الدعاء في الركوع والسجود ونحوهما. هنا قوله ونحوهما ليس المراد كل موضع فيه طلب في الصلاة، لأن الجلسة بين السجدتين هو موضع يستحب تقصيره وعدم إطالته، فقول المصنف ونحوهما مراده به دعاء القنوت سواء في الوتر أو عند أو في الوتر أو قنوت النوازل، فإنه يأخذ الحكم مثله، يأخذ نفس الحكم. وكذلك أيضا الدعاء عند ختم القرآن حيث قيل بمشروعيته في الصلاة، نص عليه أحمد ونقله عن سفيان وعن أهل مكة، فيكون من عمل أهل مكة المجمع عليه عمليا وهو الإجماع العملي أو الفعلي. فمثل هذه الأدعية، إذن فقول المصنف ونحوهما المراد به القنوت ما في معناه لا مطلقا. وقبل أن ننتقل لما بعد أريد أن أقف في دقيقة واحدة مع قوله ونحوهما. أهل العلم أكدوا وشددوا على أنه لا يشرع أي دعاء في الصلاة، وللأسف نسمع في رمضان خاصة من الناس من يدعو في قنوته إماما بالناس بأدعية تبطل صلاته لأنها من كلام الآدميين. مر معنا وسيأتينا أمثلة أن العلماء يحكمون ببطلان الصلاة في أمور أسهل من الكلام الذي يقوله بعض الأئمة في صلاتهم عند القنوت. ولا شك أن كثيرا مما يسمع من بعض الأئمة هداهم الله عز وجل منهي عنه، ولولا أنه يعذر بالجهل ويعذر بعدم العلم لقيل ببطلان صلاتهم ومن وراءهم، وأنه يلزم إعادة صلاة الوتر. ولذا فإن الإنسان الأصل أنه يقتصر في الوتر أو في القنوت ولو كان القنوت نوازل على ما ورد. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ذكر دعاء وقال من زاد عليه فانفتل، اترك الصلاة. فالمقصود أن ما يتوسع فيه من هذه الأدعية لا شك أن هذه عبادة، والأصل في العبادات أن الإنسان يتوقف فيها بمعنى أن يقف على مورد النصوص الشرعية وأن لا يغرب وأن لا يحدث في شرع الله عز وجل ما ليس بمشروع. وذكرت لكم كلام أحمد أنه ينفتل المرء من وتره من صلاته مع هذا الذي زاد في قنوته، وكلام أهل العلم هنا صريح بذلك. بعض الناس يعظ وعظا عن الجنة وعن النار ويعظنا عن القبور وعن الدود، وهذا المواعظ التي تكون عن القبر قال العلماء إنها لا تصح أن تكون خطبة بدون أن تأتي بأركانها، سنتكلم عن الموت في الخطبة في محلة، فكيف تجعل في الصلاة؟ فيجب على الإمام أن يتقي الله، فإنه ضامن صلاة المأمومين خلفه، وأن يتعلم شرع الله عز وجل في ذلك. نعم. ولا يجوز الدعاء بغير ما ورد وليس من أمر الآخرة كحوائج دنياه وملاذها، كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء وحلة خضراء ودابة هملاجة ونحوه وتبطل به. نعم، هذه الأدعية التي تكون من ملاذ الدنيا وحوائجها التي لا تعلق لها بالآخرة. الرزق الحسن لا شك أن له مصلحة عظيمة في الدنيا والآخرة، وكذلك أيضا الزوجة الصالحة، وكذلك إزالة الهم والغم، فمثل هذه الأمور هذه مشروع الدعاء بها، وقد دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في القرآن. لكن الذي التفاصيل هنا والاعتداء في الدعاء والسؤال ملاذ الدنيا المحضة لا شك أن موضعها خارج الصلاة، ادعو بها خارج الصلاة، وأما الصلاة فلا تدعى بها بذلك. يعني هنا قوله اللهم ارزقني جارية حسناء، كونها حسناء أو بهذه الصفة هذا هو القيد، ومثله حلة خضراء هذه الصفة، ودابة هملاجة، الهملاجة هي الدابة التي إذا مشى عليها
لم يحس بارتفاع الأرض وانخفاضها، وربما لم يهتز اهتزازا كبيرا. ومن كان أيام الركائب قديما حينما كان الناس ينتقلون بركائبهم يعلم فائدة الدابة الهملاجة. وأذكر أن جدي إلى أن مات وهو يقول كانت عندي ناقة بمعنى آخر بمعنى الهملاجة أمشي عليها ولا أحس باهتزاز الأرض ولا بمشيها، فهي من ملاذ الدنيا. فإن السعادة في الدنيا أربع، ومنها المركب الهني عندما كانت المراكب متعلقة بالدواب. نعم. ولا بأس بالدعاء لشخص معين. نعم، لا بأس في الصلاة وخارجها من باب أولى أن يدعو لشخص معين، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. ما لم يأتي بكاف الخطاب فإن أتى به بطلت. طيب، عندنا هنا المصنف قال إن دعا بكاف الخطاب بطلت، دليله الحديث، حديث معاوية بن الحكم. طبعا هنا المفروض أن لا أذكر الأدلة، لكن أريدك أن تعلم أن تفصيل الفقهاء مبني على أدلة، وذلك أن الدعاء الإنسان بالرحمة له ولأخيه المسلم جائزة. ولكن معاوية بن الحكم عندما عطس شخص فقال يرحمك الله، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، مع أنه دعاء برحمة، فالمعنى فيه لأجل كاف الخطاب. إذن فقول المصنف ما لم يأتي بالدعاء لشخص بكاف الخطاب، بكاف الخطاب مثل رحمك الله، غفر الله لك، وهكذا. وهنا قول المصنف ما لم يأتي بكاف الخطاب يشمل صورتين، يشمل الدعاء لشخص والدعاء على شخص. ومما صرح بشمول ذلك مرعي وجعله اتجاها منه، والحقيقة أنه مسبوق، فقد صرح بذلك ابن مفلح في لعن إبليس، لعنك الله عندما فعل ذلك، وقال إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاطب إبليس فقال لعنك الله، هو إما قبل التحريم أو هو مؤول، بمعنى أنه حكاية للفظه، وإلا فالنبي قال لعنه بصفة الضمير الغائب لا بكاف الخطاب. نعم، وهذا معنى قوله فإن أتى به أي بكاف الخطاب بطلت، وهو ظاهر الحديث ولا شك، وهو المجزوم به. قال في الإنصاف قولا واحدا أن من دعا بكاف الخطاب بطلت صلاته. طيب، وظاهره لغير النبي عليه الصلاة والسلام كما في التشهد وهو السلام عليك أيها النبي. نعم، قوله وظاهره أي يستثنى من ذلك التشهد، فهو الذي يقال والسلام عليك أيها النبي. وهنا الخطاب استدعائي الصورة التي تكون في الذهن، لأنه حاضر أمامك صلوات الله وسلامه عليه. ولا تبطل بقوله لعنه الله عند ذكر إبليس. نعم، تكلمنا عنها قبل قليل. ولا بتعويذ نفسه بقرآن لحمى، يعني لو أنه أصابته حمى فأراد أن يعوذ نفسه. هناك تعويذ يذكره بعض أهل العلم في من جمع التعويذ عن السلف، أنها تعويذ متعلقة بالحمى. نعم. ولا بحوقلة في أمر الدنيا ونحوه، يعني في أثناء صلاته رأى شيئا أو تذكر شيئا يهمه من أمر الدنيا فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا لا يبطل صلاته. فصل. ثم يسلم وهو، نعم، بدأ في هذا الفصل بالحديث عن صفة السلام وما يتبعه، وهو جالس مرتبا معرفا وجوبا. طيب، قوله ثم يسلم وهو جالس، السلام سيأتينا أنه ركن في الصلاة، وقوله وهو جالس يدلنا على أنه لا يقوم المصلي من جلوسه قبل السلام، لأن السلام ركن منه، فدل على أنه يلزم أن يفعله في حال سلامه. وقوله وهو جالس مرتبا، مرتبا أي لا بد أن يرتب الكلمات، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، فلو قال يعني قدم كلمة على كلمة عليكم السلام ورحمة الله لم يصح، وسيأتي في كلام المصنف. وقوله معرفا أي بأل، فلا ينكر، فيقابل التعريف التنكير، فلا يقول سلام، بل لا بد أن يقول السلام. وقوله وجوبا يعني أن الوجوب عائد للجلوس وللترتيب وللتعريف، فهو عائد للثلاثة. مبتدئا ندبا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله فقط، فإن طيب زاد وبركاته جاز. طيب، قبل أن ننتقل لقوله مبتدئا، إذا خالف هذا الواجب فأتى بالسلام غير مرتب أو أتى به غير معرف فأخلى بالتعريف أو أخلى بالترتيب، فما الحكم حينئذ؟ ذكر ابن نصر الله أنه لم يقف على كلام للفقهاء هل الإخلال بالترتيب يكون مبطلا أم لا. لماذا قلنا أنه يقول احتمال أنه يكون مبطل؟ لأنه كلام من كلام الآدميين جاء به في غير محله، فحينئذ هل يكون مبطلا أم لا؟
فسكت قال ولم أقف على كلام لهم في ذلك. ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ يوسف الفتوحي أن الأظهر في ذلك أن من ترك الترتيب أو ترك التعريف فإنه يكون مبطنا لصلاته إن قصد ذلك، وإن لم يقصد ذلك بل جرى على لسانه نسيانا فإنه في هذه الحالة يأخذ حكم كلام الناس والساهي، فيلزمه حينئذ إعادته لكي يعني يصح خروجه من الصلاة. ثم قال المصنف مبتدئا ندبا عن يمينه قائلا إلى آخره. قوله مبتدئا ندبا عن يمينه هي مسألتان. مسألة أولى قوله مبتدئا، السلام الواجب فيه اللفظ بأن تقول السلام عليكم ورحمة الله، وأما الالتفات بالسلام فإنه ليس بواجب وإنما هو مندوب. وهذا قوله ندبا عن يمينه يدلنا على أنه مستحب الالتفات يمينا ويسارا. إذن فقوله ندبا يعود إلى الالتفات عن يمينه وعن يساره. إذن هذا ما يتعلق بكلمة ندبا يعود للجملة التي بعدها عن يمينه. المسألة الثانية في قوله مبتدئا، مبتدئا يعني مبتدئا لفظ السلام، مبتدئا لفظ السلام. وقد ذكر صاحب الإنصاف أن الصحيح من المذهب أن ابتداء السلام يكون حال التفاته، فمن حين يشرع في الابتداء فمن حين يشرع في التسليم في التفات في التسليم فمن حين يشرع في الالتفات للتسليم يأتي بلفظ السلام معه ولا يكون قبله ولا يكون معه، فيكون مع ابتدائه وينتهي التسليم مع انتهائه ليستوعب الالتفات كله. هذا الذي نصوا عليه، وهو مضطرد قاعدتهم أن كل ذكر يكون مستوعبا لفعل كهيئة انتقال وهكذا. إذن فقوله مبتدئا ندبا عن يمينه قائلا، الندب يعود للالتفات ويعود لابتداء التسليم مع ابتداء الالتفات كما صرح به صاحب الإنصاف. قائلا السلام عليكم ورحمة الله، ذكرت لكم قبل قليل أن السلام ركن من أركان الصلاة، وقد ذكر عدد من أهل العلم ومنهم عبد الحي وغيره أن السلام عليكم ركن ورحمة الله كذلك ركن، فكليهما تكون ركنا، وأن جعل كلمة ورحمة الله ركن هي من مفردات المذهب، فعلى ذلك فتكون الجملة كلها يجب الإتيان بها ركن، وتصح أن تجزئها فتقول الجزء الأول السلام عليكم هي ركن عندنا وعند غيرنا، ورحمة الله هي ركن عندنا وجها واحدا أو على سبيل الانفراد، فتكون مفردات المذهب لا أقول وجها واحدا فيها نزاع. نعم قوله فقط هنا يعني لا يزيد عليها. تفضل. فإن زاد وبركاته جاز. نعم قوله فإن زاد وبركاته جاز لأنها وردت في بعض الأحاديث، وهذا الحديث جاء من حيث علقمة، وعلقمة مختلف في سماعه من أبي من حيث مسعود أيضا رضي الله عنه، علقمة بن وائل، وقال والأولى تركه لأن أكثر الأحاديث لم ترد فيه هذه الزيادة. فإن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة لم يجزئ، وعن نعم يساره كذلك. يقول فإن لم يقل ورحمة الله في سلامه من فريضة أو نافلة لم يجزئه ذلك، بل يجب عليه أن يأتي بقوله ورحمة الله. قد ذكرت لكم قبل قليل أنها ركن عندنا فيجب الإتيان بها لأن الأحاديث كلها لم تخلو منها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا صلاة الجنازة فإنه يجوز ترك ورحمة الله لأنها وردت في بعض الألفاظ أو في عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذلك، وسيأتي تفصيله في كتاب الجنازة إن شاء الله. وجملة قول المصنف وعن يساره كذلك أي يفعل عن يساره مثل ما فعل عن يمينه من حيث الالتفات ومن حيث الجملة يقول السلام عليكم ورحمة الله، ومن حيث ابتداء الكلام وانتهاؤه متى يكون، يكون مع ابتداء الالتفات ويكون مع انتهائه. والالتفات سنة. نعم والالتفات سنة، هذه ذكرناها قبل قليل، وإنما الركن هو التلفظ بالسلام. بالنسبة للالتفات ما هو حده؟ ذكر العلماء أن الالتفات يكون التفاتا، نص على ذلك جماعة من أصحاب أحمد وهو الذي ورد بالحديث أن الالتفات صفة الكمال فيه أن يرى خد المصلي، فإذا رؤي خده فإنه يكون حينئذ
قد حقق السنة. وهذا الذي جاء في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمار وحديث أظن بن مسعود أنه كان يلتفت حتى يرى خده صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: والتفات سنة ويكون عن يساره أكثر، أي ويزيد الالتفات في يساره أكثر من التفاته في يمينه. والدليل على ذلك حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم التفت عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره التفت حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر، فمن شدة التفاته عليه الصلاة والسلام يرى ممن هو في يسار الصف يرى خده الأيسر والأيمن معا. وهذا الحديث نقل الترمذي في العلل الكبير عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: الصحيح أنه موقوف على عمار، ووقوفه على عمار لا يمنع صحة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن عمار لا يفعل شيئا إلا عن سنة كما هو مقرر في كتب أصول الفقه في حجية قول الصحابي. وهذا يدلنا على هذه المشروعية التفات أكثر، فتكون أكثرية الالتفات كما جاء في الحديث حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر معا. نعم، بحيث يرى خده يجهر. نعم، قوله بحيث يرى خده هذا يعود للأيسر، وأما الأيمن بحيث يرى خده كما ذكرت لكم في أول الكلام. نعم، يجهر إمام بالأولى فقط ويسرهما غيره. نعم، قول المصنف يجهر إمام بالأولى أي بالتسليمة الأولى فقط، والدليل على ذلك أنه جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة حمله أحمد، أي جهر بتسليمة واحدة. وهذا الذي جاء عن علي رضي الله عنه، ففسر أثر علي ما حكته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن علي رضي الله عنه كان يجهر بالأولى دون الثانية. إذن الجهر بالأولى مستحب بل مؤكد الاستحباب ليعلم المأمومون خلفه هذا الحكم كما تقدم معنا. وأما الثانية فقد قال المصنف فقط فسكت عنها، فالجهر بالثانية جائز من باب الجواز، ليس مكروها وليس خلاف الأولى، فهو من باب الجواز. ولذلك ذكر منصور قال: إلا لحاجة، فإن وجدت حاجة شرع واستحب الجهر بالثانية. ومن الحاجة ما ذكره أبو عبد الله بن محمد أن يسابق المأمومون الإمامة، وأن تعلم الناس أحيانا إذا لم يجهر بالثانية ظنوا ربما تأخر فترات طوالا إذا كانوا غير عالمين الحكم. إذن فقول يعني هم هنا مسألتان: المسألة الأولى أن قوله يجهر بالأولى أي يتأكد جهر استحباب جهره بالأولى، والثاني لم يقل إنه مكروه ولم يقل إنه خلاف الأولى، وإنما هو مباح الجهر بها من باب الإباحة. الأمر الثاني أن هذه الإباحة عند الحاجة قد نقول بمشروعيتها وندبها، كما صرح بالمناط منصور وقال أبو عبد الله بن حاكم بالمثال أبو عبد الله بن حامد وليس الحاكم، أبو عبد الله بن حامد المثال فيما لو خشي مسابقة المأمومين له، وهذا هو الموجود الآن. قال: ويسراهم ويسرهما غيره. قوله غيره أي غير الإمام، فيشمل ذلك اثنين: المنفرد ويشمل المأموم، أنهما يسران التكبيرتين معا. وهذا المفهوم الذي ذكرت لكم هو ما نص عليه منصور في شرحه، ولكن فيه نظر عبارة المصنف وفي شرح منصور، وذلك أن صاحب الإنصاف صرح بأن المأموم وحده هو الذي يسر، هو الذي يسر. وأما المنفرد لماذا لم يقل إنه يسر؟ لأنه سبق معنا أنه بالخيار ينظر الأصلح فيفعل ما شاء، فلا يكون في حقه الإسرار أفضل. إذن فقوله ويسرهما غيره أي ويستحب لغير الإمام أن يسر بهما، الصواب أن ويسرهما المأموم استحبابا، وأما المنفرد فهو جائز في حقه فينظر للأصلح من الجهر وعدمه. وكلام صاحب الإنصاف أدق من كلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم، ويستحب جزمه. نعم، ويستحب جزمه أي جزم السلام، وقد جاء في أثر النخعي رحمه الله تعالى أن السلام جزم. وقبل أن ننتقل ما معنى الجزم في كلام المصنف، يجب أن نعلم أن الجزم هو جزم اللغة لا جزم النحو. والفرق بين جزم اللغة وجزم النحو أن الجزم في اللغة هو إلغاء الحركة من ضمة أو كسرة أو فتحة، وأما جزم النحو
فإنه يكون للأفعال ولا يكون للأسماء، فالأسماء لا تكون مجزومة، وإنما الأفعال هي التي تكون مجزومة. فحينئذ قول المصنف يستحب جزمه وعدم إعرابه يدلنا على أن الذي يراد بقول الفقهاء أن السلام ومثله التكبير جزم، جزم اللغة لا جزم المتواضع عليه عند أهل النحو. نعم. فيقف على كل تسليمة. نعم. الأمر الأول الذي تحقق به الجزم هو عدم الإعراب، ومعنى عدم الإعراب بمعنى التسكين، فيسكن الكلمة ولا يأتي بفتحة أو ضمة أو كسرة، والمراد كلمة واحدة وهي لفظ الجلالة، السلام عليكم ورحمة الله. فحينئذ يسكن آخر كلمة في التسليم ولا يصلها بما بعدها، فلا يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بل يسكن فيقول السلام عليكم ورحمة الله، فالمقصود آخر كلمة في الجملة لا مطلق الكلمات جميعا. إذن فقوله وعدم إعرابه الضمير يعود لآخر كلمة في السلام لا لجميع الكلمات، لأن اللسان العربي يعرب، وقد جاء أعرب القرآن كما جاء عن أبي بكر وغيره، فالإعراب هو ضبطه بشكله. قال فيقف على كل تسليمة، لأن الوقوف على كل تسليمة يكون به الجزم. الأمر الثاني وحذفه سنة. نعم. وحذفه سنة أيضا حذف السلام، لأنه جاء في بعض الألفاظ عن النخعي السلام حذف، وفي بعضها السلام جزم، فبعضها يقول إنهم باب يعني مغايرة اللفظ، وبعضهم يقول إنها جملتان. فعلى القول بأنهما جملتان أو جملة واحدة لا، لا النتيجة واحدة كلاهما شغل، لكن الحذف سنة. ومعنى الحذف وهو عدم تطويله ومده في الصلاة وعلى الناس. طيب، هذه الجملة أولها سهل والجملة الثانية فيها إشكال. قول المصنف وهو عدم تطويله هذا صحيح، فإن الحذف في السلام وفي التكبير عدم تطويله بأن لا يمد، فلا تقول السلام عليكم ورحمة الله، لأن هذا خلاف الحذف والجزم، فلا يمد إذا قلنا الجزم والحذف مترادفان، وإذا قلنا أنهما أمران مختلفان فلا تمد، وإنما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو عدم المد. انظر معي قول المصنف ومده في الصلاة وعلى الناس، الواو في قوله ومده أو ومده يحتمل إما العطف على التطويل، ويحتمل إما العطف على الحذف، ويختلف المعنى تماما، أريدك أن تركز معي. نأتي بها لأقرب مذكور. إن قلت هو معطوف على التطويل فكأنه قال حذف السلام سنة وهو عدم تطويله وعدم مده في الصلاة وعلى الناس، وعدم مده، فيكون قوله مد تفسير للتطويل، فيترك المد ويقتصر على ما يخرج الحرف مخرجا صحيحا. إذن هذا المعنى الأول واجعله في ذهنك، ومعنى قوله عدم مده في الصلاة فلا يمده في أثناء الصلاة ولا يمده على الناس. ايش معنى لا يمده على الناس؟ دخل على الناس ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، وإنما يحذفه فيقول السلام عليكم ورحمة الله. إذن هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ثم سأذكر طبعا بعدما أنتهي أي الاحتمالين أوجه. الاحتمال الثاني أن يكون ومده برفع الدال فيكون معطوفا على وحذفه سنة، فحينئذ يقول الحذف سنة وهو عدم التطويل، عدم التطويل، ومن السنة مده في الصلاة، مده في الصلاة، فيكون تطويله في الصلاة سنة، فيمد في الصلاة ويمد على الناس. كيف يمد في الصلاة؟ يمد في الصلاة في التشهد في السلام، السلام عليك أيها النبي، وهكذا السلام عليك أيها النبي، فهنا مدت، فيكون الأفضل مده في الصلاة وتمده على الناس. ومنها عندما يدخل الشخص خطيبا على الناس في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة يقول السلام عليكم ورحمة الله، وهكذا. إذن هما احتمالان، هذان الاحتمالان موجودان في الفروع، والذي قدمه صاحب الفروع منهما الثاني، وأن المد في الصلاة وعلى الناس يكون مشروعا، مشروع، فيمد إذا سلمت على الناس. ثم قال صاحب الفروع
ويتوجه إرادتهما في السلام وعلى الناس. ومعنى ذلك أنه يكون في التحيات ويكون في السلام على الناس من غير مد، كما نبه عليه ابن قندس في الاتجاه الذي ذكره صاحب الفروع. إذن هما وجهان، والحقيقة أن عبارة المصنف ليست صريحة في مراده من أي الوجهين أراد حقيقة، لأنها تنبني على الحركة، أهي ضمة أم هي كسرة. ولكن الذي قدمه صاحب الفروع ما ذكرت لكم، وذكر احتمالا بخلافه. نعم. فإن نكر السلام أو نكسه فقال عليكم السلام، أو قال السلام عليك بإسقاط الميم، أو نكسه في التشهد فقال عليك السلام أيها النبي، أو علينا السلام وعلى عباد الله، لم يجزئه. نعم، هذه اللي تكلمنا عنها قبل قليل، أمثلة لترك الموالاة وترك التعريف، ومر معنا أنه ليس بمجزئ. وقلت لكم أن ابن نصر الله قال لم أقف على شيء، وجزم جماعة متأخرين منهم يوسف بن عبد الهادي بل وغيره، وحتى كلام منصور مشعر بذلك، أنه إن كان متعمدا له بطلت صلاته، وإن كان غير متعمد فإنه يرجع إليه بالإعادة. نعم، إذا لم يجزئه وبطلت على ما ذكره كثير متأخرين. نعم. وبطلت إن تعمد. نعم. وينوي بسلامه الخروج من الصلاة استحبابا. نعم، السلام ذكر المصنف أنه يستحب لها النية، وهذه النية هي أن ينوي بها الخروج من الصلاة لحديث، وتحليلها التسليم، ولكن ليست واجبة هذه النية، لأجل أن النية في الصلاة الموجودة في أولها تكون شاملة للصلاة كلها، قياما وركوعا وسجودا وجلوسا وتسليما. فالنية الأولى في أول الصلاة لما نوى الصلاة تكون مجزئة حتى التسليم، لأن التسليم جزء منها، وذلك فليست بواجبة. هذا معنى قوله استحبابا. ولكن ما معنى النية لو أرادها؟ فإنه ينوي الخروج بهذا الفعل أو بهذا اللفظ من الصلاة. فإن نوى معه على الحافظة والإمام والمأموم جاز ولم يستحب نصا. نعم. طيب، قوله فإن نوى معه أي نوى مع السلام، فإن نوى معه أي نوى مع نيته الأولى السلام على الحفظة، السلام على الحفظة والإمام والمأمومين الذين بجانبه جاز، ولكنه ليس بمستحب نصا. وقوله نصا هذا ذكرها أحمد فيما نقله ابن هانئ عنه في مسائله، أنه قال أحمد إذا نوى بتسليمه الرد على الحفظة أجزأ، فهذا مجزئ عند أنه جائز لكنه ليس بمستحب. ثم قال نعم. وكذا لو نوى ذلك دون الخروج. قوله كذلك نوى ذلك أي نوى السلام على الحفظة وعلى الإمام والمأموم فقط دون الخروج، أي دون أن ينوي الخروج من الصلاة، فإنه حينئذ تصح صلاته ولا تبطل بهذه النية، لأن النية الواجبة موجودة من أول الصلاة. وإن كانت صلاته أكثر من ركعتين نهض مكبرا كنهوضه من السجود إذا فرغ من التشهد الأول، بحيث يجعل يديه على ركبتيه أو أسفل فخذيه من جهة الركبتين ولا يعتمد على يديه، ولا يرفع يديه. قوله ولا يرفع يديه أي بالتكبير. قلت لكم في الدرس الماضي أن مشهور المذهب أن مواضع رفع اليدين بالتكبير ثلاث وليست أربع، وهذا الموضع الرابع لماذا نفاه المصنف إشارة للخلاف القوي، وذلك أن أحمد أكثر رواية عنه لم يثبت التكبيرة الرابعة التي جاءت في بعض طرق ابن عمر، وقد جاء روايات عن أحمد أنها تثبته، وكثير من أصحاب أحمد يحتجون يصححون هذه الرواية التي جاءت في بعض ألفاظ حديث ابن عمر ومن حديث أبي حميد، فيقولون أن رفع اليدين أربعة مواضع منها هذا الموضع. وممن اختار ذلك الشيخ تقي الدين قبله المجد والشيخ تقي الدين وتلامذته ابن القيم وابن قاضي الجبل، وممن انتصر لهذا من المتأخرين صاحب المبدع. نعم. وأتى بما بقي من صلاته كما سبق. نعم، وأتى بما بقي من صلاته سواء ركعة في المغرب أو ركعتان في المغرب في العصر والعشاء والظهر كما سبق. قوله كما سبق يعني صاحب الكشاف قال كما سبق في الركعتين الأوليين، وهذا غير دقيق، والصواب أن نقول كما سبق في الركعة الثانية، لأن في أول درسنا اليوم عرفنا أن الركعة الثانية تختلف عن الركعة الأولى بأربعة أشياء أو خمس، فهي في الحقيقة أشبه بالركعة الثانية، فلا استعاذة ولا استفتاح ولا تجديد نية، فهذه من الفروقات التي تراعى. نعم.
إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة. نعم، الفرق بين الركعة الثالثة والرابعة والثانية أن الثالثة والرابعة لا يجهر فيها إذا كان إماما ولا إذا كان منفردا، ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة بل يقتصر على الفاتحة. فإن قرأ أبيح ولم يكره. فإن قرأ شيئا بعد الفاتحة أبيح من غير كراهة لأنها واردة. نعم. ثم يجلس في التشهد الثاني من ثلاثية فأكثر متوركا. نعم، قول المصنف ثم يجلس في التشهد الثاني، هذه صفة الجلوس في التشهد الثاني. عندنا قاعدة فقهية لغوية فهمنا بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عندما نقول الأخير فقالوا إن عندما يطلق على الفعل أنه تشهد أخير فلا بد أن يكون قد سبقه أول من جنسه، وذلك أنه قد جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس في التشهد الأخير متوركا. ففهم الفقهاء من هذا الحديث جمعا بينه وبين حديث عائشة أن المراد بالأخير هو الذي سبقه تشهد أول، فلا يسمى الشيء تشهدا أخيرا إلا إذا كان ثانيا أو ثالثا، ولا يتصور في الصلاة إلا تشهدين أو واحد، فحينئذ لا يكون التورك إلا في الصلاة التي فيها تشهدان وهي الصلاة الثلاثية والرباعية. وأما التي فيها تشهد واحد ويعقب هذا التشهد سلام وهي الوتر ركعة واحدة أو ثلاث والثنائية فإنه لا تورك فيها. وأما الذي جاء في الحديث فإنه قال في التشهد الأخير فيحمل ذلك كما قلت لكم على ما سبقه تشهد لكي يصدق عليه أنه أخير، فلا أخير إلا إذا كان قبله شيء، ويكون حيث عائشة في الافتراش شاملا الصلاة كلها لا يستثنى منه إلا ما كان قبل السلام إذا سبقه تشهد أول. إذن هذه قاعدة في معنى التشهد الثاني، وهذا معنى قوله من ثلاثية فأكثر أي رباعية. متوركا سيصف التفرك بعد قليل، فقال يفرش رجله. قوله يفرش يصح فيها الضم والكسر، يفرش ويفرش، بين الوجهين الشيخ عثمان في حاشية على المنتهى وقال إنه يصح فيها الوجهان الضم والكسر، قال والمشهور الضم، هكذا قال. قال يفرش رجله اليسرى أو يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليته على الأرض. نبدأ بالرجل اليسرى. يفرش اليسرى يعني يجعلها مفروشة على الأرض، مفروشة أي منبسطة على الأرض، ويخرجها عن يمينه فلا يكون جالسا عليها وإنما تكون خارجة عن يمينه. وصفة خروجها عن يمينه وجهان، المشهور عند المتأخرين يذكرون صفة واحدة وهي أن تكون الرجل اليسرى بين الساق وبين الأرض. الصورة الثانية ذكرها الخرقي والقاضي وغيره أنها تكون بين الفخذ والساق، واقتصر المتأخرون على الصورة الأولى ولم ينفوا صحة الثانية، فدل على أن الصيغتين كلاهما جائزة وإن كانت الأولى أشهر. وواضح هذه الصفة فيما يتعلق في افتراش الرجل أو فرش الرجل اليسرى. أما الرجل اليمنى فقال إنه ينصبها ويخرجها عن يمينه، يخرجهما أخرج اليسرى ويخرج اليمنى، معنى أنه يخرجها عن يمينه يعني لا يجلس على عقبه وإنما تكون عن يمينه كذلك، وحينئذ يجعل إليتيه على الأرض فيكون جلوسه على الأرض. إذن الفرق بين الافتراش وبين التورك هي الرجل اليسرى، ففي الافتراش يفرشها ويجلس عليها وفي التورك يخرجها عن يمينه ولا يجلس عليها فتكون عن يمينه. العبرة عدم الجلوس عليها، لا يلزم أن تكون كلها ظاهرة ولكن لا يجلس عليها، وهذا يختلف بالأجسام يعني بحسب السمن. نعم. ويأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مرتبا وجوبا. نعم، قوله ويأتي بالتشهد الأول سبق صفته، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، مرتبا وجوبا أي مرتبا بين التشهد والصلاة، فلا يصلي قبل التشهد، هذا المراد. قال ثم بالدعاء أي بعدها يأتي بالدعاء ثم يسلم كما سبق. وإن سجد لساهو من بعد السلام في ثلاثية فأكثر تورك في تشهد سجوده وفي ثنائية ووتر يفترش. نعم، يقول المصنف وإن سجد لساهو من بعد السلام، سواء على سبيل الندب أن يكون بعد السلام أو على سبيل التخير، وسيأتي إن شاء الله بعد درسين أو ثلاثة، في ثلاثية فأكثر تورك في تشهد السجودة
القاعدة ذكرتها قبل قليل أن ما يتعلق بالسلام أن السلام وما يتعلق به كالجلوس لا عبرة بما يدركه المأموم مع الإمام، وإنما العبرة بحقيقة الحال. فكذلك ذكرنا وستأتينا قاعدتها في قضية يعني ما فعله ما يعني المسبوق مع الإمام. نعم، قال تورك في تشهد سجوده حين ذاك لأن سيسبقه سلام. نحن قلنا أن التورك، نعم أنا خلطت القاعدة، هذه قاعدتها التي ذكرت لكم قبل قليل أن التورك يكون فيما يتبعه سلام، وحيث أن الجلسة هنا سيتبعها سلام فتأخذ حكم ما قبل سلامه الأول في سجود السهو، وهذا معنى قوله تورك في تشهد سجوده للسهو. وأما الثنائية والوتر فإذا سجد للسهو بعد السلام فإنه يفترش ولا يتورك. نعم. والمرأة كالرجل في ذلك. نعم، قوله والمرأة كالرجل في ذلك أي في الصلاة كلها لا فرق بينهما، اللهم إلا فيما سبق في قضية صفة في صفة السجود فإنه سبق معنا أنها تضم نفسها وما سيأتي بعد قليل. إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود. نعم، وجميع فتجمع نفسها في الركوع والسجود ولا تمد نفسها، وجميع أحوال الصلاة. نعم، وكذلك جميع أحوال الصلاة. من قضية جميع أحوال الصلاة ما يتعلق بالدعاء في القنوت، لا تبعد يديها وإنما تضم يديها قريبة من صدرها فيكون صادق عليها قرب اليدين من الصدر، وهكذا فتضم نفسها حتى في القنوت، وهذا معنى قوله وجميع أحوال الصلاة. نعم. وتجلس متربعة أو تستر رجليها عن يمينها. نعم. وهو أفضل. نعم. رفع يديها وخنثى كامرأة. طيب، عندنا هنا مسألة مهمة جدا في جلوس المرأة في الصلاة، سأذكر كلام المصنف ثم سأذكر عددا من المسائل المهمة لتوضيح هذا الكلام. قال المصنف وتجلس أي المرأة في الصلاة متربعة، والجلوس بالتربع واضح الكل يعرفه، وأغلب الحاضرين الآن جالس متربعا. أو تسدل رجليها عن يمينها، فتسدل رجليها عن اليمين فتكون الرجل اليمنى والرجل اليسرى كلاهما مسدولتين عن اليمين، ليست اليمنى منصوبة وليست المرأة جالسة على رجلها اليسرى ولا على رجلها اليمنى، وإنما تسدلهما سدلا عن يمينها. ثم قال المصنف وهو أفضل، أي وهو أفضل من تربعها، ويحتمل وهذا سأشرحها بعد قليل، وهو أفضل من جلوسها، وهو أفضل من جلوسها كهيئة الرجل، فيكون لها احتمالان كلاهما صحيح. طيب، نرجع لهذه المسألة بتوسيع أكثر. قول المصنف وتجلس أي تجلس المرأة في الصلاة، هل هذا خاص بجلسة التشهد فقط أم أنه عام في كل جلسات الصلاة؟ ذكر ابن حميد المكي في حاشيته أنه ليس في كلام الأصحاب التصريح بعموم هذا الجلوس ولا بخصوصه بالتشهد، قال لكن ظاهر كلامهم أن المرأة تجلس هذه الجلسة في كل جلسات الصلاة سواء بين السجدتين أو في التشهد الأول أو في التشهد الثاني والأخير. وسبب استحباب هذه الجلسة فعل عائشة وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي به، فقد جاء في كتاب المراسيل من سنن أبي داود، وقلت في سنن أبي داود لأن أبا داود في رسالته صرح أن المراسيل جزء من سننه في رسالته لأهل مكة. نعم، فقد جاء في المراسيل من حديث زيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأتين إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض، وهذا يشمل كل ضم سواء في الركوع والسجود ويشمله أيضا في هيئة الجلوس. طيب، قول المصنف وهو أفضل، قلت لكم قبل قليل أنها تحتمل احتمالين، الاحتمال الأول صحيح لا شك أن سدلها رجليها أفضل من جلوسها متربعة لأنها أقرب للهيئة العامة للصلاة، والمعنى الثاني أنه يحتمل أن يكون جلوسها بهاتين الجلستين أفضل من جلوسها كالهيئة التي سبق ذكرها قبل، وذلك أن المرأة إذا خالفت ذلك فلم تجلس متربعة ولا سادلة رجليها عن يمينها فليس في كلام الفقهاء تصريح بحكم ذلك، وإن كان قد يحتمل من كلام صاحب الفروع الكراهة فقط لأنه قال ولا تجلس كالرجل، فهذا نفي أو نهي، والنهي أقل أحواله الكراهة، فهم فهما لا جزما، ولكن
يظهر لي وأنا قلت لي لكي لا ينسب لأحد من كلامهم أن جلوسها كهيئة الرجل هو خلاف الأولى وقد لا يكون مكروها لعدم وجود التصريح عندهم بذلك، اللهم إلا كلمة صاحب الفروع وهي محتملة، ولأن الأصل المساواة في كل. طيب المسألة الثانية والأخيرة باسم باب التعليل، لماذا المرأة لا تجلس كالرجل؟ لأنها لو جلست ناصبة رجلها اليمنى أو جلست معتمدة جالسة على رجلها اليسرى فإن هذا لا يكون فيه ضم بعضها إلى بعض، بل ينتصب جسدها ويكون مستقيما، فحينئذ يعني لا يكون فيه ضم بعض الجسد إلى بعض، والمناسب في ضم الجسد على بعض عندما يكون الشخص قد جلس بإليتيه على الأرض، هذا هو المعنى لكمال الستر. المسألة في قول المصنف كرفع يديها، قوله كرفع يديها أي أن المرأة كالرجل في رفع يديها، ومراده برفع يديها أي في التكبير. فالصحيح من المذهب الذي جزم به المصنف أن المرأة ترفع يديها كالرجل كهيئتي تماما، فتحاذي بيديها أي بالكفين المنكبين، وتقدم معنا صفة المحاذاة إما بأطراف الأصابع أو بوسط اليد الكف، مرت معنا والتفصيل في المسألة في الدرس الماضي أو اللي قبله. إذن فقول المصنف كرفع يديها أي أن المرأة كالرجل حتى في رفع يديها، والتعبير بحتى أوضح وهو الذي مشى عليه في المنتهى وفي الغاية. إذن هذا المراد بقوله كرفع يديها. وقول المصنف هنا وخنثى كامرأة، لأن الخنثى متردد بين المرأة والرجل ولا شك، لكن هنا فائدة متعلقة بالكتب. صرح ابن النجار تقي الدين ابن النجار في شرحه على كتابه المنتهى أنه أخذ هذه الجملة وهي قوله وخنثى كامرأة من كتاب الحجاوي الإقناع، وهذا الموضع من المواضع التي قد يكون النادرة صرح فيها أنه استفاد أي صاحب المنتهى من صاحب الإقناع. نعم. وينحرف الإمام إلى المأموم جهة قصده يمينا أو شمالا. نعم، يستحب للإمام أن ينحرف إلى المأمومين وألا يبقى جهة القبلة، هذا واحد. وينحرف جهة قصده يمينا أو شمالا، يريد اليمين انحرف يمينا، يريد الشمال انحرف شمالا، قصده قد يكون لمخاطبة شخص أو للنظر لشيء معين، لباب أو لمؤذن أو لأي شيء من أغراض الدنيا أو النفع، كان يريد أن يكون لاقط ليتكلم عنده ونحو ذلك. وإلا فعن يمينه فتلي يساره في انحرافه القبلة. نعم، قال وإلا أي وإن لم يكن له قصد لشيء معين يرغب به، فعن يمينه أي فينحرف عن يمينه، يشمل ذلك أمرين، أنه ينحرف من يمينه هو فيكون انحرافه من يمينه، ثم يكون اتجاهه كما ذكر المصنف قال فتلي يساره في انحرافه القبلة، أي تلي القبلة يساره، ويمكن أن تقول فتلي يساره في انحرافه القبلة فتجعل اليسار هي الفاعل، ممكن الذي اليسار هي تكون جهة القبلة. نعم، فحينئذ انحرف عن يمينه واستقبل يمين الصف، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل يمين الصف، فكان الصحابة يذهبون ليمين الصف ليستقبلوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوجه النير صلوات الله وسلامه عليه، وهنيئا لهم بالنظر إليه. نعم، ويستحب للإمام ألا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. نعم، هذا نص عليها ذكر ابن رجب أن السلف نصوا على ذلك، وهو يستحب للإمام موضعين، ألا يطيل قبل الانفتال للناس، وألا يطيل في بقائه في مصلاه، فهما موضعان يستحب للإمام ألا يطيل فيهما. الأول ورد به النص كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام وأنت السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينفتل حديث ثوبان وعائشة وغيرهم. والثاني وارد عن السلف، فعدم الإطالة لها موضعان. نعم، قوله ألا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، ويكون استقباله حينئذ بمقدار الدعاء الذي ورد في حديث ثوبان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، وألا ينصرف المأموم قبله. ما ينصرف المأموم قبله يشمل ثنتين، لا ينصرف من السلام، وهذا لا شك أنه منهي عنه ليس المراد هنا، وإنما المستحب ألا ينصرف المأموم قبل الإمام من الموضعين معا، لا ينصرف قبل انفتاله ولا ينصرف قبل قيامه من محله، هذا مستحب الثنتين، ولكن الآكد الأولى والثانية مستحبة كما بينها ابن رجب في شرحه البخاري. إلا أن يطيل الجلوس. نعم، لأن هذا
حاجة لهم. فإن كان رجال ونساء يعني في المسجد يصلون مع الإمام، استحب لهن أن يقمن عقب سلامه مباشرة، وأن يثبت الرجال قليلا بحيث لا يدركون من انصرف منهن ويأتي آخر صلاة الجماعة بإذن الله. نعم تفضل. فصل: يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة. نعم، قوله عقب الصلاة، هنا الذكر مشروع عقب كل صلاة، ولكن هنا الذي يتكلم عنه في هذا الفصل الصلاة المكتوبة فقط، صرح بذلك منصور وغيره، فالأدعية التي سترد متعلقة بالصلاة المكتوبة. وقبل أن نذكر أدعية التي ذكرها المصنف واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول إن محل هذا الذكر أورد فقهاؤنا أن له ثلاث صور أو أحوال. الحالة الأولى وهي الأتم والأكمل، وهو مشروع فيها ولا شك، أن يذكر هذا الذكر قبل أن يقوم من مقامه، وقد جاء في بعض الألفاظ قبل أن يقوم من مقامه، وسيأتينا بعض الأحاديث. الصورة الثانية أن يقوم من مقامه لكن لا يخرج من المسجد، فقد نص فقهاؤنا ليس هنا في كتاب الصلاة، وإنما ذكروها في كتاب الحج عندما تكلموا عن التكبير، قالوا أنه يشرع التكبير دبور الصلوات ما لم يخرج من المسجد، فدل على أن هذا موضع للذكر عقب الصلوات. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث: إذا كان المرء ليس في مسجد، كأن يصلي في بيته فريضة أو غير ذلك، فمتى ينقضي الوقت؟ ذكر ابن نصر الله في بعض كتبه أن المصلي صلاة الفريضة لو قال هذه الأذكار بعد قيامه وفي ذهابه أي في مشيه، قال فالظاهر أنه مصيب للسنة، ولو شغل عن ذلك ثم تذكره فالظاهر حصول أجره الخاص له إذا كان قريبا لعذر، وأما إذا تركه عمدا ثم استدرك ذلك بعد فترة طويلة فالظاهر فوات الأجر الخاص للذكر عقب الصلوات، ويبقى الأجر للذكر المطلق. هذا كلام ابن نصر الله، فابن نصر الله توسع في هذا الباب. وقد ذكر بعض المحشين فيما نقله ابن حميد في حاشيته أن ما ذكره ابن نصر الله فيه نظر، لأنه قاعدة فقهاء المذهب أن الذكر إذا فات محله فإنه لا يقضى وهي سنة، فلا بد أن نجعل له وقتا، فكأن ابن نصر الله أطال فجعل عبرة بطول الزمان وهي عرفية فهي بعيدة، ولذلك لو قيل بالقرب مطلقا لكان أولى سواء نسي أو لم ينسى. نعم. فيقول: أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. نعم، هذا في صحيح مسلم حديث ثوبان وعائشة كذلك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم، هذا في مسلم حديث عبد الله بن الزبير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم، هذا في الصحيحين أيضا من حديث المغيرة أنه كتب به إلى معاوية رضي الله عنه. ويسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33. نعم، هذا أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهناك صيغ أخرى غير هذه الصيغة يعني مذكورة في محلها. نعم. والأفضل أن يفرغ منهن معا. نعم، قوله والأفضل أن يفرغ منهن معا، معنى ذلك أن يجمع هذه الكلمات الثلاث، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهكذا فيكررها. وذلك لماذا استحبت هذه الجملة عندهم أن تجمع؟ استحبت أن تجمع لما جاء في الصحيح من حديث سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه لما ذكر الحديث سأل سمي أبا صالح السمان فكيف يقول، فقال له أبو صالح قل مثل ما ذكرت لكم أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهكذا. هكذا قال أبو صالح وأخذ بها المتأخرون ومنها المصنف وصاحب المنتهى والغاية. هناك وجه آخر اختاره القاضي أبو يعلى أن الأفضل الإفراد، فيقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، والحقيقة أن قول القاضي هو ظاهر الحديث، وأما ما ذكره المتأخرون فهو فهم أبي صالح من الحديث، وظاهر الحديث قد يقدم على فهم التابعي. نعم، متى يكون قول تفسير الراوي حجة؟ إذا كان هو صحابي لا مطلق الرواة. نعم.
وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويعقده. طيب، قوله وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الدعاء بهذه الصيغة في التهليل في صحيح مسلم جاءت من حديث عطاء ابن أبي يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم تممها بهذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ويعقده. طيب، والاستغفار بيده. نعم، قوله ويعقده أي ويعقد التسبيح ويعقد الاستغفار بيده. فسر المصنف معنى يعقده قال بأن يضبط عدده بأصابعه، يضبط العدد بالأصابع، فيكون معنى العقد هو العد، فيكون معنى العقد هو العد، هذا الذي صرح به جماعة ومنهم الخلوتي، فقال إن مرادهم بالعقد هو العد. وذلك أن كلمة العقد تحتمل أمرين، المعنى الأول العد، والأمر الثاني فعل العقد بأن تعقدها، وذلك أن العقد يكون بالضم ويكون أيضا بصورة أخرى سأشير إليها بعد قليل. إذن إما العقد بمعنى العد وهو ظاهر كلامهم كما ذكر المصنف والخلوتي، ويحتمل أن العقد هو صفة حركة الأصابع التي سأشير إليها بعد قليل، ولكن الذي صرحوا به إنما هو العد، ولم يجعلوا للأصابع هيئة، لم يجعلوا لها هيئة، وسأعود للهيئة بعد قليل. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى فيما يتعلق بالعقد، هل يكون العقد بكل إصبع على سبيل الانفراد، هل يكون العقد على كل إصبع على سبيل الانفراد، أم يكون العقد بمطلق الأصابع؟ وفرق بين الأمرين أنك إذا قلت يعقد لكل تسبيحة أو لكل مرة إصبعا، فإنك لا تجمع للإصبع الواحد أكثر من تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة. وقد ذكر بعض المتأخرين وهو المناوي في كتابه فتح القدير شرح الجامع الصغير أن السنة أن يعد بكل إصبع على حدة، وفهم ذلك من الحديث يعقد أصابعه، ففهم أن كل إصبع يعقد عليه، هذا فهم المناوي. وأما ظاهر كلام الفقهاء منهم المؤلف حينما قال يضبط عدده بأصابعه، فظاهر كلامهم أن العقد بالأصابع يفيد أن المراد العد بالعقد، وليس المراد العد بكل إصبع على حدة. وهذا الذي ذكره صاحب الإنصاف جزم به كثير من المحشين كما نقله ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى. والفرق بين ما ذكره المناوي وما هو ظاهر كلام المصنف وجزم به بعض المتأخرين، عندما يكون الشخص يجمع في الإصبع الواحد أكثر من تسبيحة، أكثر من تسبيحة، فتجد بعض الناس قد يعد بالأنامل فيكون في الإصبع الواحد ثلاثة أنامل، وبعض الناس قد يعد بالأنامل والمفاصل فيكون في الإصبع الواحد سبع تسبيحات، وهكذا يختلف الناس في عدهم ولكل امرئ حسابه. إذا عرفت ذلك وأن مرادهم بالعقد هو العد، عرفت المسألة الأولى وهو هل يكون لكل تسبيحة يعني عدا بإصبع على سبيل الانفراد أم لا، وذكرت لك كلامهم. نرجع لمسألتنا السابقة وهو إذا قلنا ذلك فكيف يكون العد والعقد بالأصابع؟ قلت لكم قبل قليل أنهم عرفوا العقد بأنه العد، وبناء على ذلك فلم يجعلوا له هيئة واحد هيئة معينة، فلا يلزم القبض ولا يلزم البسط، لأنهم قالوا العقد هو العد. ومن أهل العلم من قال إن العقد هيئة الأصابع، فيكون العقد بقبض الأصابع فتقبض الأصابع قبضا. ويمكن أن يقال ولم أره منصوصا أن الإشارة بالإبهام على الأصابع صورة من صور العقد. ألم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ويل للعرب من شر قد اقترب فعقد بأصابعه عليه الصلاة والسلام، فالعقد هو الإشارة، وجعلوا
طرف الإبهام على أحد أطراف الإصبع. ولذلك فالأقرب أنك سواء قبضت أصابعك أو أشرت بإصبعك على أي عضو في إصبعك فكله يتحقق به السنة وهو ظاهر المذهب، وإنما المقصود أن تعد بالأصابع ولا تعد بغيرها من سبحة وغيرها. فالعد بالسبحة والعد بالعداد جائز، ولكن الأفضل أن يكون العد بالأصابع لأن الأصابع مستنطقة يوم القيامة. فالمقصود عندهم استعمال الأصابع بأي طريقة، ومن يسبح كثيرا يصعب عليه أن يعدها بالقبض والبسط، فالمئة عدها بالقبض والبسط يعني يجعل الخطأ وارد. ولذلك دائما الذي يسبح المئة في أدعية الصباح والمساء يحتاج أن يعد يجعل أكثر من تسبيحة في الأصبع الواحد، يعني مما يحسب به لو حسبت في الأصبع الواحد الأنامل والمفاصل ففي أربعة أصابع كل ففي كل أصبع سبعة، أليس كذلك؟ وسبعة في أربعة كم؟ سبعة في أربعة سبعة 28، والإبهام فيه خمسة 33، فتكون اليد الواحدة كافية للثلاثة والثلاثين، فإن كانت مئة فتعدها ثلاث مرات. نعم. قال الشيخ: ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة. انتهى. نعم. قول المصنف قال الشيخ يعني به الشيخ تقي الدين. سبب أن المصنف قال الشيخ لأن قبل الشيخ تقي الدين ليس فيه كلام واضح، فقد ذكر ابن مفلح أن كلام الأصحاب مختلف في ذلك، فقال ظاهر كلام أصحابنا مختلف، هل يجهر أم لا. ثم ذكر وجها من عنده فقال: يتوجه أنه يجهر بقصد تعليم الناس الذكر لا مطلقا. ومن أوائل من جزم وصرح بمشروعية الجهر الشيخ تقي الدين، ووافقه جماعة من المتأخرين، وممن جزم بذلك صاحب المبدع والمصنف، وممن ألف في ذلك من المتأخرين الشيخ سليمان بن سحمان عليه رحمة الله، فقد ألف رسالة في ذلك في استحباب الجهر وجمع فيها الأدلة. نعم. وبعد كل من الصبح والمغرب وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم عشر مرات. قوله ثاني رجليه واضح، ثاني الرجل هذا على ظاهره وهو ثاني الرجل، بمعنى أن لا يحل رجله من هيئتها. قوله قبل أن يتكلم التي وردت في الحديث تحتمل احتمالين، ذكر هذين الاحتمالين ابن مفلح، فقال يتوجه أن قوله أي عليه الصلاة والسلام وأخذه منه الفقهاء قوله قبل أن يتكلم، قال يتوجه أن المراد به الكلام الممنوع قبل الصلاة، يعني قبل التسليم من الصلاة، فكل كلام يكون مبطلا للصلاة فإنه لا يقوله إلا بعد الذكر. قال: ويحتمل احتمال آخر أو يتوجه احتمال آخر أن يكون المراد قبل أن يتكلم مع غيره، وهذا أضيق، فحينئذ لو تكلم بكلام مبطل للصلاة، لو تكلمه قبل السلام لكنه لم يتكلم به مع غيره وإنما كلم وحده أو خطبا من غير خطاب لأحد من الآدميين، فإنه له أن يذكر هذا الذكر الوارد بعد صلاة الفجر والمغرب. هذا معنى قوله قبل أن يتكلم. نعم. عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. نعم. هذا جاء في حديث أبي ذر عند الترمذي، وقد جاء عند النسائي في السنن الكبرى من حديث معاذ رضي الله عنه بدون كلمة يحيي ويميت. وربما يعني من كان من الإخوة كبير السن كانت قد أثيرت قديما مسألة زيادة يحيي ويميت، وألف فيها بعض طلبة العلم رسالة هل تثبت أم لا تثبت، وقد بين الشيخ بن باز شيخنا رحمه الله أكثر من مرة في الدروس لإثارتها تلك الأيام أنهما حديثان وأنه من اختلاف التنوع، فسواء جئت بيحيي ويميت أو تركت يحيي ويميت في الدعاء عشر مرات فكلاهما جائز، فإنهما حديثان مختلفان وليس حديثا واحدا. والفقهاء ذكروا هذه الصيغة التي جاءت في حديث أبي ذر لمعنى، قالوا لأن الصباح والمساء يكون فيها الدعاء بالإحياء والإماتة. اللهم آجرني من النار سبع نعم مرات، كما جاء في مسند أحمد وأبي داود حديث مسلم الحارث التميمي سبع مرات أي الجملة الأخيرة، وهذا أيضا معطوف على قوله قبل أن يتكلم. وبعد كل صلاة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين. نعم واضح. نعم. ويدعو بعد فجر وعصر لحضور الملائكة فيهما فيؤمنون وكذا غيرهما من الصلاة. طيب، قوله ويدعو أي المسلم يشرع له أن يدعو، لكن متى الدعاء؟ بعد الفرائض يكون الدعاء بعد الفريضة بعد الإتيان بالذكر المشروع وهو الاستغفار ونحوه من الأدعية سبق ذكرها. نبه على هذا ابن القيم
أن الدعاء مشروع عقب حتى الصلوات المكتوبة، لكن لا يكون مباشرة كما قال بعض أهل العلم من أصحاب أبي حنيفة، وإنما يكون الدعاء بعد الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل عنه بصفة الديمومة، كان يقول ما يدل على الديمومة، ويبدأ في كل حمد في كل دعاء بالحمد لله. نعم انتظر. ويبدأ بالحمد لله والثناء عليه ويختم به، أي بالحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أوله وآخره، ويستقبل غير إمام هنا القبلة. نعم، يعني أن من أراد أن يدعو وكان غير إمام فالمستحب له أن يستقبل القبلة. ويكره للإمام. نعم، يكره الإمام أن يستقبل القبلة، لأنه السنة أن يستقبل المأمومين، وهذا نص خاص. بل يستقبل المأمومين ويلح ويكرره ثلاثا وسرا أفضل. نعم، والدعاء السر أفضل من الجهر. ويعم به. ويعم به، يعم به الناس ولا يخصه بنفسه إذا دعا والناس كانوا يؤمنون خلفه. من آداب الدعاء بسط يديه ورفعهما. نعم، هذه المسألة متعلقة بمطلق الدعاء. ذكر المصنف أن من آداب الدعاء بسط اليدين، جعلهما مبسوطتين ورفعهما إلى صدره، وبسط اليدين مع رفعهما إلى الصدر يختلف بحسب وضع اليدين، هل يقصد جعل كفيهما إلى السماء أو جعل كفيهما قبل وجهه فتكون أسفل اليدين جهة الصدر. نعم. ويدعو بدعاء معهود بتأدب وخشوع. طبعا قوله معهود أي مأثور. وخضوع وعزم ورغبة وحضور قلب ورجاء. نعم. وينتظر الإجابة ولا يعجل. نعم، ولا يعجل. ولذلك بعض الدعاء فتنة لبعض الناس حقيقة، فبعض الناس إذا دعا ولم يستجب له فتن في دينه، وهذا موجود، مر على بعض الناس فتن، يقول لم نستجب لم يقل دعاؤنا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يعجل. نعم. فيقول دعوت فلم يستجب لي، ولا يكره رفع بصره إلى السماء فيه إلا في الصلاة، إذا دعا في الصلاة كالقنوت وغيره فلا يرفع بصره إلى السماء. ولا بأس أن يخص نفسه بالدعاء نصا. نعم، يخص نفسه بالدعاء إلا فيما سيأتي. والمراد الذي لا يؤمن عليه. نعم، الذي لا يؤمن عليه، يعني هناك دعاء يؤمن عليه فيخص المرء في الصلاة نفسه فيقول رب اغفر لي، بدل أن يقول رب اغفر لنا. كالمنفرد وكبعد التشهد. نعم، كالمنفرد فإنه يدعو لنفسه، وكبعد التشهد فبعد التشهد الشخص يدعو لنفسه ولو كان إماما. فأما ما يؤمن عليه كالمأمومين مع الإمام فيعم وإلا خانهم، وكدعاء القنوت. نعم، وأما ما يؤمن عليه فكل ما يؤمن عليه فالسنة أن يعم. ولذلك قال حرب الكرماني: سمعت إسحاق بن رهوية قال: إذا كنت إماما فأعمهم بدعائك، فقل اللهم إنا نسألك من الخير كله. قال إسحاق: فإنه يكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون القوم. وأما قول المصنف فأما ما يؤمن عليه فيشمل ما في الصلاة وما في خارجها، يشمل ما في الصلاة وما في خارجها. قال: كالمأمومين مع الإمام، يعني لو أن إماما دعا بعد الصلاة فأمن المأمومون جاز. وهنا مسألة، أنه في بعض البلدان عقب الصلوات يرفع الإمام يديه بالدعاء، هل هذا الرفع باليدين بالدعاء مشروع أم ليس بمشروع؟ نقول إذا سلم من أمرين فهو مشروع. الأمر الأول ألا يعتقد وجوبه، وهذا موجود في كثير من البلدان للأسف، إذا ترك الإمام الدعاء جماعة بعد السلام أنكروا عليه وشددوا عليه، مع أنه ليس كذلك. فيجب من كان في بلد ويدعون بهذه الهيئة أن يتركه حايين كثيرا لكي لا يظن وجوبه، وإن فعله أحيانا جاز. الشرط الثاني وهو من باب الأفضلية أن لا يكون عقب الصلاة مباشرة، فقد سبق معنا أن الدعاء عقب الفريضة إنما يكون بما ورد: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام، إلى آخر الأدعية السابقة، ثم بعدها إن شاء دعا فأمنوا، ويكون الدعاء على هيئة التأمين وليس على هيئة الدعاء الجماعي يدعو فيكررون مثله، إلا في حالات يعني بينها أهل العلم باب التعليم. هذا كلامهم. وذلك قال: فيعم في دعائه وإلا خانهم. ومثل بعد الدروس العلمية إذا دعا شخص وأمن الباقون، أو في الموقف في عرفة يكون بعض الناس لا يعرف الدعاء فيأتي بجانبك ويكون مجموعة بجانبك ويقول ادعو لنا، فحينئذ عندما يقول ادعو ونحن نؤمن لا تخص نفسك، وإنما ادعو بصيغة الجمع وليست بصيغة المفرد. قال: وكدعاء القنوت، فدعاء القنوت سواء كان قنوت وتر أو قنوت نازلة يكون الدعاء بصفة العموم. نعم.
ويستحب أن يخففه، يخفف الدعاء، ويكره رفع الصوت به في صلاة وغيرها. طبعا هو يخفف ليس معناه أنه يعني يقلل الدعاء، لا ليس هذا المراد، وإنما يخففه من حيث الألفاظ، فلا يذكر الألفاظ التي تكون طويلة. وقال بعضهم لا يسأل، وهذا ذكرها حتى الشراح، لا يسأل دقائق الأمور، فلا يسأل الطلبات الكثيرة، وإنما يسأل مجمل الأمور على سبيل الجملة. نعم. ويكره رفع الصوت به في صلاة وغيرها إلا لحاج. نعم، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، الصلاة معنى الدعاء، إلا للحاج فإنه يشرع له رفع الصوت بالتلبية ونحوها. نكون بذلك بحمد الله انهينا درس اليوم، معذرة الإطالة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا والوالدين والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما فيها أسئلة؟ طيب، بما أن ما في هناك أسئلة سأذكر فائدة، وهي مسألة مناسبة لدرسنا متعلقة برفع اليدين. ذكر المصنف أنه يستحب رفع اليدين في الدعاء، وهذا الاستحباب مطلق إلا في المواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرفع يديه فيها، فحينئذ لا تستحب، ومنها ما سبق في الاستسقاء ونحوها. من هذه المواضع مسألة عقب الدروس، هل يستحب رفع اليدين فيها بالدعاء أم لا؟ ظاهر كلام المتقدمين جميعا نعم استحبابه، ومن أهل العلم من يرى عدم استحبابه إلحاقا له بالخطبة، فيقول إن خطبة الجمعة لا يشرع فيها رفع اليدين، فكذلك ما يتعلق برفع اليدين بالدعاء في الدروس فإنه لا يشرع فيه، والأمر فيه واسع، ومشايخنا على الأمرين، فمنهم من يرى ذلك ومنهم من يمنع ذلك. والشيخ يعني عليه رحمة الله الشيخ بن باز كان يرى ما ذكرت لكم، وهو السعة، فإنه يجوز رفع اليدين ويجوز تركها، ولا يقال إنها ملحقة بالخطبة مطلقة. عقب الصلاة نعم، بس بشرط ما يكون إذا قلنا في النافلة مشروع رفع اليدين عقب صلاة الفريضة باليدين، مشروع عقب صلاة النافلة. وأما الفريضة فذكرنا شرطين، الشرط الأول أن لا يعتقد مشروعيته على سبيل الإطلاق، والأمر الثاني أن يكون عقب الاستغفار والأدعية المعتادة، لو رفع يديه جاهز، ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، ولو أمن المأموم يرفع من أيديه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.